جمعية المهندسين المصريين. نعم، إنهم المهندسون المصريون، مهما تباعدت بهم المسافات وفرقت بينهم وبين بلدهم الصحارى والجبال والبحار والمحيطات، يبقى ترابطهم وتوحدهم واصطفافهم يميزهم حيثما ذهبوا وأينما كانوا. وهنا في المملكة العربية السعودية وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص، نشأ كيان على درجة من الاحترافية والإبداع تحت مسمى جمعية المهندسين المصريين، انطلق عام 2005 ميلادية ليحقق أهداف كوكبة من المهندسين المصريين بالسعودية وطموحاتهم، ويحول أحلامهم إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع. ويظل عام التأسيس 2005 ميلادية عاما مشهودا في تاريخ المهندسين المصريين بالسعودية، ومحطة ناجحة تلتها محطات أخرى من الريادة والتميز عبر هيكلة مجلس الإدارة والشعب والتخصصات المختلفة من كهرباء، مدنية، ميكانيكا، عمارة، تقنية معلومات واللجان المتعددة، حتى أصبحت جمعية المهندسين المصريين هي الممثلة الوحيدة لنقابة المهندسين المصرية بالمملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق وثقت روابط التعاون مع الكيانات التي تهتم بالمهندس جميعها لتحافظ على تميزه وترفع من قدره وتعزز من دوره الريادي في ممارسة مهنته وأداء واجبه. وقد تكللت هذه الجهود المخلصة جميعا بحصول جمعية المهندسين المصريين بالسعودية على شهادة الآيزو 9001، نظير ما التزمت به من معايير ومواصفات الجودة العالمية. فكرة تأسيس جمعية المهندسين بدأت في أواخر سنة 2005، الحمد لله نجحنا في تأسيسها في ديسمبر 2005. حطينا أسس أن احنا نرتقي بالمهندس المصري وقدراته، فركزنا في الفترة الأولانية أن احنا نعمل أكبر قدر ممكن من الدورات التدريبية نرتقي بها بالمهندس المصري، وبعدين ركزنا على محور الاجتماعي يبقى في علاقات بين المهندسين وأسرهم في لقاءات دورية، والمحور الثالث اللي ركزنا عليه ان احنا نعمل حدث تقني كبير يجمع بين المهندسين المصريين ويكون نوال التقائهم بالشركات الكبرى، وقدرنا نعمل اول مؤتمر للمهندسين واللي استمر بعد كده لحد دلوقتي. حققت جمعية المهندسين المصريين بالسعودية بفضل الله اولا ثم بجهود كوادرها وشبابها نقلة نوعية في سبيل التميز المهني عبر تنظيم العديد من الدورات المهنية الحديثة والمحاضرات العلمية المتخصصة وتشجيع ودعم الأعضاء على متابعة دراساتهم العليا والتواصل مع الجمعيات العلمية والمهنية محليا ودوليا في مجال تخصص الأعضاء والاستفادة من إمكاناتها في دعم روادها علميا ومهنيا، ومد جسور التواصل مع الجهات الرسمية والهندسية في مصر والمملكة. ويبقى من أهم ما سعت الجمعية لتحقيقه توثيق التواصل المجتمعي بين المهندسين المصريين بالسعودية من خلال الرعاية الاجتماعية والترفيهية، إذ عمقت مفهوم التكافل الاجتماعي بين أعضاء الجمعية وقدمت نموذجا رائعا في تحقيق سلسلة من الأهداف الاجتماعية من خلال اليوم الاجتماعي لأسر المهندسين وتواصله بشكل منتظم
لإيجاد مناخ ثقافي اجتماعي رياضي ترفيهي مصري تغلب عليه نكهة المحافظة على روح الأصالة والانتماء للوطن الأمي. كان لابد من تطوير جمعية المهندسين بعد التأسيس، فكان لابد من تعديل اللائحة الداخلية للجمعية لضبط عملية المسؤوليات والعلاقات بين أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب والشؤون الإدارية والشؤون المالية. وبحمد الله تم توسيع دائرة المشاركة لجميع المهندسين بإضافة الشعب الهندسية في اللائحة ووضع الضوابط الخاصة بكل شعبة. وكان للعمل الداخلي المنظم لابد من حصول الجمعية على شهادة الجودة، فبحمد الله تم الحصول على شهادة الأيزو 9001 ل2008، وبذلك قد استكملنا المنظومة الداخلية المنظمة المؤسسية الكيان القائم لجمعية المهندسين المصريين بالمملكة. تبنت الجمعية العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية الثابتة التي تعمل على إنجازها وفق ضوابط ولوائح الجمعية، وأخرى متغيرة حسب ظروف وقتها وتحقيقها، لعل من أبرزها الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع تطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء الجمعية لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، كذلك تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم المهنة وتسهم في تطوير العمل الهندسي وتوطين التقنية. ولعل انطلاقة الملتقى السنوي الهندسي منذ عام 2009 وتواصله بلا انقطاع رغم الكثير من المتغيرات التي شهدتها المنطقة دليل راسخ على مهنية واحترافية العمل بالجمعية والابتعاد التام عن مناطق الخلافات والاختلافات الأيديولوجية والسياسية. بعد مرحلة التأسيس المرحلة الأولى وتلتها المرحلة الثانية التطوير والاستقرار الداخلي، كان لابد من انطلاقة مكملة ثالثة لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يكون المهندس المصري فخورا بوطنه وفخرا له. كان لابد من مد أطر التعاون مع مجموعة من الهيئات العلمية والأكاديمية والمهنية الأخرى خارج المملكة العربية السعودية. كان التركيز الأوسع أو الأكبر فيها في مصر، فكان بروتوكول تعاون في المستوى العلمي والتطوير المهني مع جامعة حلوان، وكانت بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية، وكان بروتوكول تعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان، وكان بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للمقاولات التشييد والبناء وعدة هيئات علمية أخرى. هذا كله ليصب في صالح رفع قيمة وقدر ومهارة المهندس المصري المقيم في المملكة العربية السعودية. ولعل سجل النشاط في خلال عام 2015 الزاخر والعامر بالكثير من الدورات المهنية والمحاضرات العلمية والاستكمال سلسلة المؤتمرات التي بدأت من المؤتمر الأول عام 2009 إلى المؤتمر الثامن القادم في مايو 2016 إن شاء الله، خير دليل على ما نصبو إليه وما نسعى إليه والجهود المبذولة في هذا الصدد. نحن
نحن على موعد مع الملتقى السنوي الثامن والذي يستمر على نهجه الثابت لتصب كل الفعاليات والرؤى والدراسات في إضافة الجديد والمفيد لتكون الهندسة بحق رافد العطاء الأول للأوطان والأكثر التصاقا بالاحتياج الفعلي للمواطن العربي في عالمنا المعاصر. وبهدف عالي القيمة عنونت الجمعية نوافذها الإعلامية بأن يكون المهندس المصري فخورا بوطنه وفخرا له. وتحت ظلال قيمها الوارثة والراسخة: تواصل، ترابط، احترافية، أمانة، انتماء. استمر نغم هذه المنظومة الإبداعية لتواصل تأدية دورها الريادي المشهود في الاهتمام بالمهندس المصري ورفع مستواه المهني والتقني. وتعاهد الجمعية روادها وجميع المهندسين المصريين بالسعودية أن تواصل دورها الطموح وتبقى دائما جمعية مهنية اجتماعية رائدة ومتطورة تعمل على تحقيق طموحات أعضائها وتميزهم. وفي هذا السبيل وانطلاقا من تمثيلها لنقابة المهندسين، عقدت الجمعية بالمملكة عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات والهيئات العلمية والهندسية والمهنية، مثل جامعة حلوان والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد المصري للمقاولين. وفي الطريق المزيد والمزيد من أجل البحث في كيفية تيسير سبل التطور والتقدم ورفع المستوى العلمي والمهني للمهندس المصري المقيم بالمملكة، وأيضا من أجل إيجاد الفرص المناسبة وفتح نوافذ المعرفة لتصل للمهندسين المصريين المقيمين في المملكة وفق الدور الرائد الذي تقوم به الهيئات والمنظمات المصرية في مجال العمل الهندسي وتطويره في المحيط العربي. جمعية المهندسين المصريين بالسعودية. تفضل مهندس هشام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوة الأقارب، أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في ليلة جديدة من ليالي مبادرة تواصل تطوير والتي تنظمها جمعية المهندسين المصريين للمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وهي التي اطلقت في أبريل من العام 2020. وعدنا الليلة إن شاء الله مع المحاضرة رقم 203 من عمر هذه المبادرة مع ضيف جديد يطل علينا إطلالته الأولى عبر نوافذ الجمعية المختلفة، المستشار محمد خليفة، ومحاضرة بعنوان بناء وتشغيل مكاتب إدارة المشاريع في عصر والمستشار محمد خليفة يعمل في مجال إدارة المشاريع والتحول المؤسسي وإنشاء وتطوير مكاتب إدارة المشاريع، واحد المؤسسين للمجلس العربي للإدارة، واحد المؤسسين لجمعية العاملين بمكاتب إدارة المشاريع ببريطانيا، وهو شريك تنفيذي بشركة لايفيتون بالكويت، لايف لونج بالكويت، وشريك بشركة فيلانس للاستثمارات بسويسرا وبريطانيا، وله خبرة أكثر من 25 عاما في إدارة المشاريع والبرامج والاستراتيجيات ونظم المعلومات، وهو عضو سابق في فريق أخلاقيات مهنة إدارة المشاريع بمعهد إدارة المشاريع، ورئيس سابق لمجموعة الاستدامة العالمية بمعهد إدارة المشاريع. في محاضرة ستنطلق بعد لحظات، وكما تعلمون تبث مباشر على نوافذ عبر نوافذ الجمعية المختلفة على صفحة الجمعية الفيسبوك وأيضا على قناة يوتيوب الخاصة بالجمعية، والمادة العلمية بعد إذن المستشار محمد سترفع على حساب الجمعية على لينكد إن ضمن المكتبة العلمية الخاصة بالمبادرة وبالجمعية، وتوجد شهادة حضور للراغبين في الحصول عليها في نهاية المحاضرة بتعبئة نموذج التقييم الموجود في الشات، وأيضا سيكون متاح عبر قناة تليجرام الخاصة بالمبادرة. لن أطيل في تقدمها وأرحب ترحيب كبير بضيفنا الكريم المستشار محمد خليفة. أستاذ المستشار أهلا ومرحبا بك.
شكرا جزيلا على هذه الدعوة المباركة، وشكرا جزيلا على التقديم الطيب. أتمنى نكون يعني إن شاء الله نقدم محاضرة جيدة مفيدة، ونكون عند حسن ظن جميع الحضور. بالتوفيق، تفضل. شكرا. أنا أعمل شير، بس لو تدوني صلاحية أن أنا أعمل شير سكرين. سيادتك هوست يا فندم، تفضل. شكرا. أكرر الشكر مرة تانية لهذه الدعوة، وأشكركم جزيل الشكر، وأتمنى إن شاء الله تعالى قضاء وقت مفيد. اليوم هنتكلم عن كيفية الكاميرا بتاع سيادتك أستاذ نور. أفندم؟ الكاميرا بتاع سيادتك. تكلمني انا؟ يا فندم الكاميرا مش مفتوحه. الكاميرا اوكي، انا اسف. اوكي طيب، هبدا في موضوع النهارده، هو establish and operate the PMO in AI era، كيفيه بناء وتشغيل مكاتب اداره المشاريع في عصر الذكاء الاصطناعي. والحقيقة يعني موضوع الذكاء الاصطناعي كان هو موضوع قديم وليس حديث يعني، لكن إيه اللي حصل فجأة؟ اللي حصل إن أصبح الآن في متناول كثير من الناس. كانت الناس الأول تسمع عن الذكاء الاصطناعي بس كان فقط المتخصصين هم يعرفوا فيه، لكن فجأة أصبح بعد الأوبن إي آي و يعني مبادرات إيلون ماسك مع مايكروسوفت والتحدي ما بين مايكروسوفت وجوجل وغيرهم في هذا الموضوع، أصبح الموضوع متاح للجميع. ما أصبحش فقط هي شركة اي بي ام وواتسون اللي عندها، ولا شركة كذا ولا شركة كذا، لا، أصبح متاح للجميع. وأصبح الناس كمان دخلت تشوف إيه الجديد ده. يمكن أول ما طلع الشات جي بي تي ومبني على احد تكنولوجيات اللي هي الارتفيشال انتليجنس واللي هي الناتشرال لانجويج، الناس دخلت تسال اسئله وتجيب لها اجابات وهذا، فاصبح في يعني معرفه كبيره. ازاي يعني كناش نفهم ان هو ممكن يتكلم معانا بالطريقه دي، مش عارفين ان هو ازاي كان بيجيب معلومات ازاي ده يعني. اصبح ناس كتيره يمكن سابت محركات البحث وبدات انها تركز في المعلومه على هذا الموضوع. وأصبح الحديث ساخن، هل هو جديد؟ لا، مش جديد. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه بقى في إيد الجميع بالضبط كده. طيب كل واحد قاعد يشوف هذا اللي ده الشيء اللي داخل عليه جديد، يعني what in it for me. كل واحد يبص يقلب فيه، يا ترى ده عدو ولا حبيب، يا ترى ده هيفيدني ولا هيضرني، يا ترى ده يعني ايه ده، نقدر نتعامل معاه ازاي، ده هو لينا احنا ولا الناس غيرنا. كل واحد من منظوره بدا ان هو يركز في الموضوع ده ويشوف ده يشتغل ازاي. واحنا كمان في البي ام او بدانا احنا كمان نشوف هو ايه الاي اي ده في البروجكت مانجمنت. يمكن هو قديم في الموضوع البروجكت مانجمنت، يعني يمكن عندي سلسله على اليوتيوب قديمه 3-4 سنين على مهارات المستقبل، وكان من ضمنها الاي اي وازاي ان هو هيساعد العالم في كذا، والديب ليرنينج والامور دي كلها هتلاقيها موجوده. يعني كلام مش جديد، لكنه الجديد انه اصبح في متناول الجميع وعلى من سقف الطموحات للناس العاديه، يعني شركات حتى الصغيره والمتوسطه والكبيره على من سقف طموحاتهم. وفي نفس الوقت عمل قلق لبعض الناس اللي شايفين ان وظائفهم مهدده، والحقيقه انا اعذرهم، لان فعلا وظائف كتير من الناس وظيفه مهدده. يعني مش هنكذب على الناس، حتى لو الاي اي كذب عليهم وقال لهم انا مش هاخد وظائفكم، احنا مش هنكذب على الناس، لا بالفعل هياخد وظائف، ده ما فيهاش كلام. فده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده. وطبعا انا محمد خليفه و كوفاوندر في الاي جي بي ام او، اللي هي
Association of Global Project Management Officers Founder. وطبعا زي ما فضل أخونا الفاضل بتقديم مش هزود بقى وضيع وقته كتير، لكن ده الباك جراوند عندي في إدارة المشاريع، في الشهادات اللي خدتها تقريبا معظم الشهادات بتاع PMI لم تكن كلها القديمة يعني، لكن طبعا طلعوا شهادات جديدة ما فيش عندي منها غير DSSM. ونبدأ على بركة الله في الأجندة. الأجندة عندنا النهاردة هنتكلم على الأوبجيكتيفز، الهدف من المحاضرة، وبعدين بعض الباك جراوند والستاتستكس والتراديشنال فيرسز المودرن بروجكت مانجمنت أوفيس، وهنتكلم على الـ AGPM approach يعني يديك فكرة عنه، ايه التشالنجز اللي هي بتقابل الـ PMO، هنعمل بعد كده انتروداكشن على الـ Artificial Intelligence، ونقدر نتكلم على الـ Applications على الـ Artificial Intelligence في الـ PMO وفي إدارة المشاريع، وإيه هي الخطوات طبعا بناؤه، وإيه هي المخاطر اللي بمراه، والconclusion في النهاية. قبل ما نبدأ في تحذير إن هذه ليست محاضرة فنية، أنا مش هتكلم فيها عن الأكواد زي الـ AI يعني بيدخل في الموضوع والكود بينده على كود وده بيتكتب بالشكل الفلاني، لا دي طبعا مش technical presentation، دي business أو تقدر تقوله إدارة محاضرة إدارية بالمعنى المفهوم بالمفهوم الحديث للإدارة اللي هي أصبح دلوقتي التكنولوجيا جزء أساسي منها. دي الأوبجيكتيفز طبعا اللي هي نفهم إيه هي البنفيتس من الـ AI، إيه هي المزايا الفوائد من الذكاء الصناعي لمديرين المشاريع ومكاتب إدارة المشاريع، نشوف إيه المودرن أبروتش للـ Project Management Office اللي هو مكتب إدارة المشاريع، هنتكلم على إيه الطرق المختلفة لاستخدام هذا الـ AI في رفع كفاءة المشاريع والـ PMO، وهنشوف إيه أكتر يعني إيه اللي ممكن يكون في المستقبل كمان يخلي في نوع من الفوائد والمزايا التنافسية للناس اللي هتشتغل على الـ AI. AI طبعاً Artificial Intelligence، الذكاء الاصطناعي. ده كده بس باك جراوند إن حوالي 51% من المشاريع بس في الولايات المتحدة خلصت في الوقت المحدد والبادجت المحدد. دي إحصائية 18. 23% من المشاريع بس خلصت في الوقت المحدد on budget and with the planned feature and the function. دي إحصائية تانية. 43% من المشاريع challenged معناها ايه؟ معناها انها يعني في بعض الاوبجكتيفز حققتها ولا وفي بعضها لا، يعني مثلا حققت الجدول بس ما حققتش الميزانيه، حققت السكوب بس الجدول اتاخرت فيه وهكذا. وحوالي 22% من الاورجانيزيشنز في UK have fully matured project management process in place، يعني لو احنا بنتكلم على المملكة المتحدة وهم يعني اللي عملوا البرنس تو وغيره من المنهجيات، ويعني جو مهم جدا. فسيرفي وضح ان هم بس فقط 22% منهم هم الماتيورد انف في إدارة المشاريع. اخر احصائية ودي لسه حديثة في هارفارد بزنس ريفيو، بتقول ان حوالي 35% فقط من المشاريع النهارده completed successfully، واهم سبب من الاسباب او احد الاسباب للديسابوينتد ان مديرين المشاريع او الناس اللي في اداره المشاريع ليس عندهم النضج الكافي في تكنولوجيا اداره المشاريع. طبعا الاحصائيات ارقام غريبه، يعني ده يقول 35 ده يقول 25 ده يقول كذا، لان على حسب العينه اللي هم اشتغلوا فيها وعلى حسب البيئة اللي اشتغلوا فيها وعلى حسب النتائج، لكن يعني بناخد بالمفهوم كده ان العملية لا زالت متدنية وانها مفروض انها تكون افضل من كده. فالاول كده بس حابب اسأل الناس اللي موجودين، هل انت عندك PMO في الorganization عندك؟ يعني اعمل سكان بالموبايل كده ورد على السؤال ده.
هل عندك PMO في الorganization؟ خليني اعمل شير ل اوكي. ايش بقى الموسيقى دي؟ مش عارف اوقفها ازاي. لا الإجابة مش دلوقتي، بس أنت دلوقتي بتدخل. أنا هبدأ الكويز دلوقتي أو السؤال، بس ادخلوا الأول، اعملوا سكان للكيو آر كود اللي أنتم شايفينه على الشمال ده، وادخلوا علشان إيه؟ هنعمل ستارت للكويز دلوقتي. هنعمل ستارت لو، هيجي لك السؤال دلوقتي على الموبايل عندك. ما افتكرش انه محتاج يعني تفكير كتير، لكن ممكن يكون في لسه ناس ما دخلتش، فاعمل سكان كود، سكان الكود اللي على اليسار ده وادخل على طول عشان ايه؟ تتفاعل معانا في خلال هذه المحاضرة. فالناس ما دخلتش تبدأ تدخل. في 14 واحد بس دلوقتي. وطبعا هو بيعتبر ان ده كويز السيستم ده، بس يعني مش كويز ولا حاجة، ده هو بس سؤال كده. تقريبا 7 ل 8، يعني تقريبا نص الناس عندهم بيمو. طيب الناس اللي عندها بيمو بقى، اول واحده جاوبت ليلى. اوكي الناس اللي عندهم بيمو، انت مبسوط من البيمو؟ يعني مبسوط من اداء البيمو؟ ممكن البي ام او ياخد اكتر من شكل، ممكن يبقى في ار او، ممكن يبقى اي بي ام او، ايا كان الاورجنايزيشن اللي هي مهتمه بموضوع اداره المشاريع او اداره البرامج الاستراتيجيات، ايا كان يعني ممكن تندرج تحت هذا المسمى مجازا. يعني طبعا في فرق بينهم كلهم، لكن مجازا كده عشان انت هنا عندك يس نو ونوت شور، ما اعرفش والله لا راضي ولا مش راضي. يعني ممكن نتيجة تكون مفاجأة ليا. اعمل سكان وادخل معانا وجاوب. مبسوط من مكتب إدارة المشاريع اللي عندكم ولا لا؟ مش هنقول لحد حاجة، ده بيننا وبين بعض بس، مش هنقول مين قال ايه. الحقيقة النتيجة مش مفاجأة، النتيجة مش مفاجأة. هي يمكن كانت أتفاجئ لو كانت كلها يس، دي كانت هتبقى مفاجأة كبيرة بالنسبة لي صراحة يعني. لكن يس نو نوت شور، يعني الناس على حسب. في ناس يمكن شغالة في البي ام او قاعدة معانا هنا، فهم مبسوطين من البي ام او بتاعهم، فده يعني كويس برضو يعني. ف أنا هرجع مرة تانية للسلايدز، ثانية واحدة
بس انا عايز بقى تفاعل اكتر، لان في اسئله ثانيه جايه يمكن غير كده شويه، لكن في اسئله ثانيه جايه محتاجين منكم تفاعل اكتر من كده. يعني حاولوا تدخلوا بقى. طيب بما ان نصكم تقريبا عنده بي ام او، و تقريبا النص غير راضي عن بي ام او، فخلينا نقول هو ايه اللي حصل، هو البي ام او ده كان عباره عن ايه، وايه المفهوم الجديد اللي حصل فيه. طبعا التراديشنال بي ام او، التراديشنال بي ام او ده اللي احنا اتعلمناه كلنا زمان، اللي هو انت عايز تعمل مكتب اداره مشاريع، هو مكتب زي ما تقول كده سنتر اوف اكسلنس، او مثلا هو بيدير مشاريع او بياخد اشكال مختلفه، المهم ان هو بيساعد على ان المشاريع والبرامج تخلص في الاوقات المحدده في الزمن المحدد وكذا بالكواليتي المطلوبه، وكان له بعض الاشتراطات زمان. طيب كان عشان نعمل مكتب اداره مشاريع نعمل ايه؟ يقول لك هات البروسيس والجايد لاينز والحاجات دي كلها، حط بروسيس كامله للمشروع من البدايه للنهايه، وهات لك تولز سوفت وير كده، وادي الناس تريننج عليهم، وطلع ريبورتس، واعمل اوديت، واعمل تراديشنال جوفرنس اللي هو بقى الحوكمه العاديه، جيتس وما جيتس والامور دي كلها. طيب كده قال لك لما تضرب ده كله كده في الخلاط يطلع لك بي ام او. الحقيقه جربنا الحكايه دي كتير، في ناس اشتغلت معاهم بس اغلب الناس ما اشتغلتش معاهم، وانا من الناس اللي ما اشتغلتش معايا الحكايه دي، لغايه لما قعدت افكر يعني البي ام او كمان يعني احنا عملنا البروسيس والناس ما رضيتش تشتغل عليها، حطينا التولز والناس ما بتعملهاش ابديت، الله ادينا تريننج مره واثنين وثلاثه والناس تيجي تقول لك لا احنا مش فاهمين برضو، طب نعمل ايه؟ ما هو ده البي ام او، ده كان التفكير ساعتها، يعني ده كان تفكير كان عندي قبل سنه 2010، يعني ده كان قبل 2010 ده التفكير، وكان في بعض مكاتب اداره مشاريع عملتها بالشكل ده، ويعني ربنا يسامحنا بقى الله حسب. لكن كمان كان مكتب اداره مشاريع في الطريقه التقليديه هو مركز على ايه؟ مركز على البورتفوليو مانجمنت مثلا اللي هو انتربرايز بي ام او، ومركز على البرامج والمشاريع، لكن بقيه الاورجنايزيشن الثانيه اللي هي الاوبريشن البلاننج البيزنس بلاننج الامور دي كلها ما كانش مركز عليها. انا مالي ومال الكلام ده، انا بتاع مشاريع، انا اسمي كده مكتب اداره مشاريع بس. انا طبعا هنا معظم كلامي هيكون على الديبارتمنتال بروجكت مانجمنت اوفيس اللي هو خاص بديبارتمنت او خاص بالاورجنايزيشن، في طبعا التمبرري اللي هو خاص بمشروع معين اللي هو بينعمل مخصوص عشان مشروع، بس بيخلص المشروع بينتهي البيمو ده التمبرري، لكن اللي انا بتكلم معظم كلامي هيكون عن مكاتب اداره المشاريع اللي هي على الانتربرايز ليفل وعلى الديبارتمنتال ليفل، لكن كمان هدخل على الثاني اللي هو تمبرري بروجكت اور بروجرام مانجمنت. نيجي بعد كده نلاقي according to Robert PMI قالت، جينا بعد كده بقى في الايه بعض الاستاتستكس التانية الخاصة بالاي اي. طب ده فهمنا المفهوم القديم، جينا بقى الناس بدأت تفتح الموضوع وتشوف والبي ام او ممكن يعمل ايه، ايه التكنولوجيات الجديدة اللي ممكن يعملها البي ام او، ايه الحاجات اللي ممكن يعملها تعالج لينا المشاكل اللي احنا كنا بنشوفها زمان مع التراديشنال بي ام او. بي ام اي قالت ان الـ AI will reduce the time spent in administrative tasks in the project management by 50%. أنا متأكد الناس اللي كانها الـ PMO هي كانها عشان administrative task. أنتوا بتوع فورمز، خد املا لي الفورمة دي عشان تعمل تشارتر، خد املا لي الفورمة دي علشان تعمل مش عارف إيه، خد املا لي الفورمة دي علشان كذا، خد املا لي الفورمة دي علشان كذا، وقعد يدخل في الجدول مش عارف ماله، اعمل أبديت على السكادجول، واعمل أبديت على كذا، واعمل لي كذا، واعمل لي كذا، الله. طب الادمنستريشن وورك ده بياخد مني انا كمدير مشروع وقت كبير، مفيش طريقه له؟ قال لك اه، بي ام اي قالت ان الاي اي هيساعدك في الادمنستريتيف تاسك ده، خلاص 50% هيشيلهم عنك. طيب الاستدي كمان من اكسنتشر فاوند ان الاي اي كان امبروف البروجكت مانجمنت بيرفورمانس اب تو 15% انكريز في الكومبليشن ريت و 80% ريديوس ذا كوست increase the project completion rate by 80% to reduce cost by 35%. 35% رقم جبار ده.
كي بي ام جي قالت كمان ان 80% من البروجكت مانجرز بيليف ذات اي اي ويل سيجنيفيكنتلي امبروف البروجكت مانجمنت باي 2025. جارتنر طبعا قالت ان على 2024 الاي اي ويل بي ستاندرد فيتشر ان مور ذان 80% اوف ذا بروجكت مانجمنت سوفت وير تولز. يعني كل السوفت وير اللي عندنا هيبقى باورد بالبي بالاي اي. ديلويت كمان قالت ان الاي اي هيساعد مديري مشاريع على في موضوع الريسك بنسبه 50%. يعني ده يعتبر حاجه جديده. وبالتالي لما نيجي نفكر في المودرن كونسبت اوف بي ام او بيختلف عن تراديشنال. بيختلف في ايه؟ بيختلف ان النهارده انا مش مركز على موضوع انا مركز البروسيس مهمه وكل حاجه وانا هعملها بس اعملها ممكن اعملها اوتوميتد. انا مركز اكتر على الفاليو، مركز اكتر على الفاليو القيمه. انا كمكتب اداره مشاريع ايه القيمه اللي بقدمها؟ هي بس فقط يعني التقارير حاليا على الاي اي هتتقدم اوتوماتيك خلاص، مش محتاجه يعني مني شغل كتير. يعني حتى لو محتاجه شغل بعد فتره مش محتاجه مني شغل كتير، لكن انا هنا محتاج ان اركز على الفاليو على البينيفيتس، محتاج اعمل سيرفيس، وكمان لازم اكون عندي فليكسيبيليتي في الكابابيليتي والتشينج والديفلوبمنت. معلش ايه الكلام ده بقى؟ انا كمكتب اداره مشاريع مش عايز اعمل اي حاجه الا اذا كان لها قيمه. القيمه دي من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظري انا كمكتب اداره مشاريع؟ لا، من وجهه نظر العميل بتاعي. ومين العميل بتاعي؟ الاداره العليا عملاليه، فرق العمل عملاليه، مديرين المشاريع عملاليه، السبونسرز عملاليه، البيزنس اونرز عملاليه، الجهات الخارجيه اللي عايزه مني بيانات عملاليه. الله، يعني انت دلوقتي ما بقتش مكتب اداره مشاريع، بقيت فاتح شركه كده فيها عملاء؟ ايوه، انا اعتبرني يا سيدي الشركه فيها عملاء وبقدم لهم سيرفيس. طب لو انت بتدير مشاريع بنفسك، بقدم لهم سيرفيس اداره المشاريع، مش دي سيرفيس بتتقدم؟ طيب، حيث ان احنا بقى في عالم متغير جدا، فانت كده الخدمات اللي انت بتقدمها محتاجه انها تطوير طول الوقت. عظيم. يبقى انت لازم يكون عندك فليكسيبل كابابيليتيز، اللي هي القدرات المرنه اللي بتقدر الناس يبقى على طول في لايف لونج ليرنينج، في على طول حاجات جديده، في تولز جديده. كابابيليتي يعني الناس، البشر، السكيلز بتاعت البشر على التولز اللي بيستخدموها، على التكنيكس، على الامور دي كلها، دي لازم تكون كلها حديثه، ويكون على طول في تشينج وفي ديفلوبمنت. ومكتب اداره المشاريع يتركب على القيمه. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجه اسمها دلوقتي، يعني دي المدرسه اللي انا اتبعها، ما فيش حاجه اسمها هو مكتب اداره المشاريع لازم يعمل 1 2 3 4 الوظائف العشرة لمكتب اداره المشاريع او وظائف الثلاثه لمكتب اداره. لا 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 لا، خلاص الكلام ده اصبح بالنسبه لنا وبالنسبه لطائفه كبيره من الناس اصبح في طي النسيان. امال انت بتعمل ايه؟ لا، انا بركبه بناء على الاحتياج والفاليو اللي محتاجينها. الله، يعني هو لو بس مكتب اداره المشاريع طلب منه دراسات جدوى فقط لا غير، ممكن يقوم على كده؟ ممكن. طب لو هو مثلا مكتب اداره المشاريع طلب منه يعني ايه السيرفيس اللي انت عايزها؟ يعني انا عايز اعرف ايه الفاليو، وبالتالي اركب البينيفيت وبعدين اركب ايه السيرفيس. معلش انا عفوا في حد رفع ايده، بس انا هسيب كل الاسئله للاخر ان شاء الله تعالى، بس عشان ايه؟ فهنا بتركب زي الليجو. ممكن تعمل مكتب صغير، ممكن يبقى كبير، عادي جدا، ده برضو معمول بالليجو. وده الكاركترستيك الخاص بمكتب اداره المشاريع، اللي هو بيركز على الفاليو، على الاستراتيجيك الاينمنت، على الاجايل مايند سيت. وما قلتش الاجايل ميثودولوجي، يعني ما حدش يقول سكروم سكروم ولا اكس بي ولا كذا، لا، انا بتكلم على المايند سيت، فليكسيبيليتي، سكيلابيليتي، الكولابوريشن، الداتا دريفن ديسيجن ميكنج، اللين والجوفرنس، اللين والاجايل جوفرنس، يعني الحوكمه تنزل لمستويات اقل وتكون فيها نوع من المرونه والكونتينوس امبروفمنت. ده الكاركترستيك الجديد. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان الكلام ده هينفعنا في موضوع الاي اي واحنا بنتكلم. واصبح كمان الموديل بتاع البي ام او، بدل ما كان هو كان طبعا المؤسسه فيها فيجن وميشن وانتربرايز استراتيجي جولز، بدل ما هو كان فقط على المشاريع والبورتفوليو والامور دي كلها، لا، ده كمان دخل في الاوبريشن. الله، ازاي في الاوبريشن؟ اصبح دلوقتي الفكر بيقول انا مش هسلم حاجه واسيبها، انا لازم اتاكد ان الفاليو اتحققت. واذا الفاليو ما اتحققتش
أعمل التعديلات المطلوبة علشان أحقق الفاليو والبنفيتس. الله يعني البنفيت فريم ورك مش بينتهي عند تسليم المشروع، لا، أمال بينتهي إمتى؟ بينتهي لما يطلع بنفيتس. أنت مش جبت دراسة جدوى في الأول وقلت المشروع هيعمل كذا، طيب وقعد تتسلم على حسب أنت شغال أجايل ولا ووتر فول. لو أنت بشغل أجايل هديك بتسلم طول ما إحنا ماشيين، فإحنا قاعدين يحسب البنفيتس يعني، بس أحيانا يكون ووتر فول يعني البنفيتس مش هتحسب دلوقتي لما تشتغل، ويبقى مثلا 6 شهور 3 شهور سنة بعد. وأثناء التشغيل ممكن إن إحنا نلاقي إن في بنفيتس مش ممكن تتحقق إلا إذا اتعملت مشاريع تانية تشينج ريكويست وكذا، فتبدأ إن إحنا نشتغل. الله، طب والبي ام او ده؟ البي ام او حتى لو البروجكت مانجرز والبروجكت تيم سابوا المشروع ومشيوا، هو شغال بيتابع على الاوبريشن، ما يقدرش يسيب الاوبريشن، لان في الاخير انت بتسلم الاوبريشن. اللهم الا اذا كنت شركه مقاولات، بس حتى لو شركه مقاولات وفي صيانه وفي الامور دي كلها فانت بتتابع. فهنا البي ام او اصبح كمان تخطى الجزء بتاعه لاجزاء تانية، وده المودرن بي ام او. الناس طبعا طلعت اسماء كتير على البي ام او، يطلع اسمه مره انتربرايز بروجكت مانجمنت اوفيس، مره فيجن رياليزيشن اوفيس، مره فاليو رياليزيشن اوفيس، ديجيتال ترانسفورميشن اوفيس، بروجكت مانجمنت اوفيس تمبري او بروجكت بروجرام مانجمنت اوفيس، اوفيس اوف ذا كوربريت انتربرايز مانجمنت اوفيس، كتير. انا صراحه من كتر الاسماء دي، لان في اسماء الشركات الاستشاريه بتعملها اسماء تجاريه، يعني ايه تسمع ان ده دلوقتي مركزين على حاجه اسمها فيجن ورؤيه ومش عارف، خلينا بقى اسمه ايه كذا، يبقى هو اسمه انتربرايز بروجكت مانجمنت اوفيس، عادي جدا معاه الاستراتيجيه ومعاه البورتفوليو بيشتغل. بس لان بقى ايه، في كده يعني حركه كده في الماركت ليها نوع من التوجه، فبيروحوا ايه مغيرين للاسم التجاري، فيبدا الاسم التجاري يختلف، لدرجه ان انا بقيتش عارف بالظبط لما واحد يقول لي انا شغال في بي ام او، ما بقيتش عارف هو البي ام او ده يعني انت انه بي ام او فيهم، فبقول له وصف لي يعني. فلما يطلع بقى بي ام او يعني زي ما انت بتوصف كده، حاجه ليها منقار وجناحات دي بطه، ده مخطط وكذا ولونه كذا ومتوحش، ده نمر، قالوا له زلومه فعلى حسب كل بي ام او يطلع ايه بالظبط. انا بقيت مش مهتم قوي بالاسماء على قد ما بقيت مهتم بانك انت تديني الكاركترستيك بتاع البي ام او، ابقى اعرف ده ايه، لان انا اتلخبطت. انتربرايز بي ام او، فيجوال فيجن رياليزيشن بي ام او، فاليو رياليزيشن بي ام او، فاسيليتيشن مش عارف، استراتيجيك جول اوبجكت، حاجه كده بي ام او، فاصبحت العمليه بالنسبه لي. بس هو يعني عموما لما تعرف ايه البي ام او ده، فهنا البروجكت مانجمنت اوفيس بتعرفنا ان هو فليكسيبل اند كاستمايز، البي ام او بروفايد فليكسيبل اند كاستمايز سيرفيسز ذات جنريت سبيسيفيك بنفيتس ادينج سيجنيفيكانت فاليو تو بوث ذا اورجانيزيشن اند ستيك هولدر اند ميك ات critical component of the successful of the implementation of the organization. الفكرة هنا بدأ إزاي؟ بدأ إن الـ PMO بيبدأ يحدد مين هم الـ clients وإيه الأهداف اللي هم عايزين يوصلها، وبعدين يحدد الـ values اللي تقابل الأهداف دي الناس دي، وبعدين يحدد الـ benefits. إيه الفرق ما بين الـ value والـ benefits؟ الـ value من وجهة نظر العميل، من وجهة نظر الثانية، من وجهة نظر مديرين المشاريع اللي بخدمهم، الـ benefit اللي أنا بقدمها من السيرفيس اللي بتطلع من عندي أنا، وممكن اكتر من بنفيت تقدم فاليو، وبناء عليه بيقدم مجموعه خدمات. طيب هنا مثلا من الخدمات اللي بيعملها البي ام او، فبيكتب مثلا ده سيرفيس كود، انا مثلا اي بي ام او ليد، ده خاصه بالبورتفوليو تراكنج سيرفيس، بيكتب اسم الخدمه ومش عارف ايه والكرايتيريا والمين اوبجكتيفز للخدمه دي، وايه هم العملاء وايه هو كذا وايه الكي بنفيت وايه الريسورس المطلوبه ليها والريليتد بوليسيز والسيرفيس ليفل اجريمنت والريليتد سيرفيسز والسيرفيس اونر، ده اسمه اللي هو البي ام او سيرفيس كاتالوج. طبعا يعني انا حاليا بعمل مشروع في البحرين، يمكن عندنا سيرفيس كاتالوج عملاق يعني، خلاص. وبعدين بحط هنا مثال يعني، ده فلان الفلاني ميت محمد خليفه ام ديبارتمنت هيد ريسبونسبل انوال بلاننج مش عارف ايه، الكي بوينتس بتاعتي ايه هي ديت، ايه الحاجات اللي ممكن تساعدني يا بي ام او، انا بي ام او اقدر اساعدك بكذا وكذا وكذا، طب ايه هي السيرفيس دي، امتى اقدر اطلب السيرفيس دي، تطلبها بالشكل الفلاني. ده الكتالوج اللي احنا بنديه لمين؟ بنديه للناس علشان تطلب مننا خدمات، عايز ريسورسز للمشروع، عايز يخطط لمشروع جديد، عايز يعمل دراسه جدوى، عايز يعمل السيرفيسز اللي احنا هنقدمها، عايزنا نتابع معاه، عايزين نعمل اوديت، بنعمل جوفرنانس. التوب مانجمنت طلبوا ان احنا نعمل جوفرنانس بشكل معين، او طلبوا مننا اوديت بشكل معين، كل حاجه عملنا لها سيرفيس كاتالوج، وده اللي انا اشتغلت عليه وعملته الحمد لله، وايه
وعملنا له بورتال الناس تقدر انها تطلب السيرفيس زي ما بتكون انت بتطلب اي حاجه ثانيه. ده كان السيرفيس كاتالوج. طيب السيرفيس كاتالوج ده يا عم محمد والكلام اللي انت كاتبه ده، ده كلام جميل جدا، ابدا ده ولا حاجه ولا حاجه اصلا، ده بس كتالوج للناس. امال ده اتبنى على ايه؟ ده اتبنى على الفيجن والاستراتيجي والجوفرنس والفريم وركس المختلفه والتكنولوجي والستاندرز والكيس ستاديز اللي موجوده والجايد لاينز والسيرفيس ليفل اجريمنت وريسورسز وكابابيليتي وكولابوريشن وجافر كتير وفاليو مانجمنت. علشان اوصل لده اللي في الاخير ده لازم ابدي كل ده ولازم ده يكون عندي. وبالتالي كل ما كانت العمليه سيمبل فوق كل ما كانت معقده تحت، كل ما كانت معقده فوق كل ما كان مفيش حاجه تحت. خدها مني قاعده، اي مستشار يسلم لك حاجه مش مفهومه اعلم تماما ان الكواليتي تعبانه. اي حاجه معقده الكواليتي بتاعتها تعبانه على طول. شوف الايفون عامل ازاي. بس معلش انا اسف للناس اللي هي بتستخدم اندرويد وكذا بس يعني او سامسونج، لكن انا بحب السمبليسيتي يعني في المواضيع. فكل ما كان السمبل فوق كل ما كان شغل كتير تحت. الشغل الكتير ده عمل لنا تحديات كتيره. طيب ايه التحديات اللي احنا دايما نلاقيها في البي ام او؟ يا ريت كده تعملوا سكان وتدخلوا مره تانية، وانا هعمل شير ل السيرفي ده تاني. التحديات اللي بتلاقوها في البي ام او يا جماعه، التحديات في اداره المشاريع او في البي ام او، يعني اذا لان في نسبه كبيره هنا ما عندهمش بي ام او، فانا ممكن نتكلم على حتى اداره المشاريع. مش عارف ليه هو مش عايز يقلب الصفحه. اوكي صفحة دي بقى اول واحد جاوب المره اللي فاتت. اوكي الميني تشالنجز في البي ام او هنا هيقدر يخليك تكتب اكتر من تشالنج. انا في ناس كاتبه في الشات، يعني انا افضل انك انت تعمل سكان للكود اللي قدامك وتدخل معانا عشان تبقى كل حاجه واضحه، وبالتالي حتى في اخر البرزنتيشن اقدر اسلمها للجماعه في جمعيه المهندسين. كالتشر تشينج مش منسكرم طبعا، الاستابيليتي ار او اي كالتشر ريزيستنس. ريسك مانجمنت، الجوفرنس الاليمنت وذ اورجانيزيشن، استراتيجي صحيح، ستيك هولدر ريزيستنس عدم التطبيق الفعلي لافكار اداره المشاريع الاحترافيه مظبوط، الفاليو انجينيرنج. في حاجه ثانيه adoption to change PMO age، مش فاهم يعني ايه PMO age بس يمكن عمره الافتراضي خلص. senior management support resistance to change can define roles with scope align with the portfolio with the organization strategy. التركيز على المنتج النهائي بغض النظر عن جودة العمليات، الكاش فلو، سبونسرشيب. ما شاء الله. شايف لسه فيه كمان تحت. مش عارف انزل تحت اكتر من كده، لكن انتوا تقدروا تشوفوا بالموبايل يعني اكتر من حاجه. طيب المرحله الثانيه ان احنا هنعمل فوتينج على ايه اكتر تشالنج موجود عندنا. حاجات كتيره زادت هنا، فنكست ان انتوا هتعملوا فوتينج. انت عامل فوت على اكتر حاجه انت شايفها فعلا تحديا.
او اكتر ثلاث حاجات مش فاكر تقريبا، بديك ثلاث حاجات تختار اكتر ثلاث حاجات فيهم تحدي، هتلاقي لسته عندك على الموبايل. أعتقد كده الكل عمل فوتينج، خلينا نشوف الريزلت. نطلع فوق نشوف الريزلت. أكتر ناس عملت ريزلت عملت تشينج. تاني حاجة الستيك هولدر ريزيستنس. تاني حاجة ريزيستنس، وتالت حاجة ريزيستنس. وبعدين نبدا لا اعتقد لا هي هنا اعتقد ان اول وبعدين ستيك هولدر ريزيستنس وبعدين الكالتشر ريزيستنس وبعدين الجوفرنس الاينمنت وبعدين باقي الاشياء الثانيه. واضح ان ريزيستنس كبير، بس يا ترى الريزيستنس ده سببه ايه؟ الزوم هنا. يا ترى الريزيستنس ده سببه ايه؟ تعالى ما نشوف الريزيستنس ده سببه ايه. الريزيستنس سببه بسيط، سببه ان الناس بتشتغل لسه مانيوال في حاجات كتيره جدا. يعني انت تفضل انك تكون تشتغل، الناس تشتغل تغسل بهذا الشكل القديم جدا، ولا بالغساله الفول اوتوماتيك؟ طبعا الغساله الفول اوتوماتيك يعني ساعدت العالم كله هو يعني يتطور، بس الحقيقه في ناس فقدت وظيفه. الناس اللي كانت بتقوم بعمليه الغسيل اليدوي دي عن بالاجره قالوا لها شكرا اشترينا غساله، الناس فقدت وظيفه. ف لكن في ناس تانية اشتغلت، اللي هي بتعمل صيانة للغسالة دي، الناس اللي هي بتعمل توزيع ليها، الناس اللي بتعمل انتاج ليها. فده اللي عامل عند الناس ريزيستنس. ما ينفعش انك انت تخلي الناس تعمل مجهود كبير وانت عندك اوبشن ان الناس تقلل مجهود. معظم الناس بتتضايق من التغيير لانه مش جاي في صفها، بينما الناس اللي هي كانت بتغسل بطريقه عاديه وبعدين قالوا لهم تعالوا اغسلوا بغساله فول اوتوماتيك ما كانش عندهم ريزيستنس عالي ولا حاجه، بالعكس ده هم اللي قالوا احنا عايزينها. هم اللي قالوا احنا عايزينها لانها توفر علينا. اذا البي ام او ما بيوفرش على الناس شغلهم، اذا البي ام او بيزود لود من غير فاليو، الناس لازم تعمل ريزيستنس. اند اوف ستوري. طيب ازاي بقى البي ام او يقدر ان يكون في هذا العالم المتسارع؟ انا بس هعمل سكيب للموضوع ده وهقول ان احنا النهاردة العالم متسارع، حركة كبيرة، تغيرات كتير، تغيرات في البيئة، تغيرات في القوانين، قوانين العمل قاعدة تتغير، القوانين الاقتصادية بتتغير، التراخيص بتتغير، البيئة الاقتصادية، البيئة الاجتماعية بتتغير، البيئة التكنولوجية مش ساكتة، قاعدة تتغير. طيب أنا كبي ام او أنا عايز أعمل سيرفيس للناس، عايز أخدم الناس، عايز أساعد الناس، عايز فعلا ليه؟ لأن أنا كل مساعدتي وكل ده هدفي إن أنا أقدم فاليو ليهم وللأورجنايزيشن، عايز أحقق أهداف استراتيجية. خدمات الناس كترت قوي، عايزين مني أتابع وعايز أشوف اللي مش وأشوف اللي ما الجفرنس وأبدأ أشوف الريسك وابدا اشوف، ما عايز بقى اسطول من الناس معايا، ما عادش العمليه بسيطه زي الاول. فقدامك حل من اتنين، يا اما تجيب ناس كتير قوي كده، يا اما تستخدم الاي اي الارتفيشال انتليجنس اللي هو الفول اوتوماتيك، يعني خلينا نقول هاف اوتوماتيك دلوقتي. طيب ايه الاي اي ده يطلع ايه؟
قال يا سيد ده artificial intelligence، وهو عبارة عن فكرة قدرة المشين إنها تعمل تاسكس معين، والتاسك ده بيحتاج human intelligence. طب ما كانت المشين بتعمل الحاجة دي من الأول؟ لا، هي محتاجة human intelligence. يعني إيه؟ أقول لك الـ AI إحنا بنقولها ساعات مجازاً على حاجات كتيرة قوي، هو مش لوحده، هو تحتي حاجات كتير زي الناتشرال لانجويج بروسيسنج، زي الماشين ليرنينج والديب ماشين ليرنينج والانتليجنت، عنده حاجات كتيره جدا ومنها تطبيقات كتيره يمكن احنا ما شفناش من التطبيقات دي. يعني اللي اشتغل قوي بقى الناس صحبه معاه قوي الشات، اللي هو التكست والسبيتش والامور دي كلها، وبدات الناس تتفاعل معاه. انا شخصيا رحت على الشات جي بي تي ده ورحت مديله بروسيس طويله جدا، كنت عامل بروسيس طويله قوي، قلت له طلع لي الرسم ماتريكس، طلعها الرسم ماتريكس، تحب اوريها لكم دلوقتي سهله. حطيت له بروسيس ورحت قلت له شايف البروسيس دي؟ طلع لي الرسم ماتريكس ليها. راح مطلعه، فلان فلان مسؤول عن كذا وكذا، فلان فلان مسؤول عن كذا وكذا، ده اكاونت. طب ده هو صحيح ما عملهاش 100%، هو عملها بنسبه 70-80%، بس وفر عليا كتير. خلاص باجي ساعات اقول له شايف العقد ده؟ طلع لي منه الستيك هولدرز، يبدا يدور على الستيك هولدرز ويطلعهم. ده بس ابسط حاجه. أبسط حاجة. فده اللي احنا شفناه حاليا. يعني نيجي بعد كده نلاقي ان الارتفيشال انتليجنس مش لوحده، ده راكب على حاجة اسمها ماشين ليرنينج، والماشين ليرنينج راكب على ديب ليرنينج. بس خد بالك انا وعدتكم من الاول ان السيشن دي ليست تكنيكال، فانا بس بقول لكم الاسماء علشان يعني تبقى، لان دي هتبقى متداولة بعد كده. يعني ودي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن algorithms متركبة بطريقة معينة تخليه يساعده إن يعمل حاجة اسمها pattern. إيه الباترن ده؟ إيه الباترن ده؟ خلينا نشوف هو بيشتغل إزاي. يعني مثلاً الباترن ده هو قوانين بيحطها، بيخلق قوانين معينة بناء على الداتا اللي أنت اديتها له مش مفهومة. خليه عدوها لي دلوقتي وهرجع لها مرة تانية. الـ AI بيستخدم طبعا في ابلكيشنز كتيره جدا وروبوتس وماشين لانج ونورمال ناتشرال لانجويج وغيره وكمبيوتر فيجن وسبيتش ريكوجنيشن، لدرجه في سوفت وير نزلته على الموبايل لما يكون عندك اجتماع تشغل السوفت وير ده، بيعمل محضر اجتماع في الاخر، فلان فلان مسؤول عن كذا في تاريخ كذا، فلان فلان مسؤول عن كذا في تاريخ كذا، فلان فلان مسؤول عن كذا في تاريخ كذا. في اكتر من كده. انا النهارده ممكن بعد كده المحاضرات زي كده ما اعملهاش انا، يعني مثلا اجيب في طبعا اللي هو تكست وفيديو، اقدر اخلي حد تاني يتكلم بنفس صوتي وحركاتي وكل حاجه ويبدا يتكلم مع الناس. خلاص، ولو سالوه يقدر يجاوب بناء على ايه؟ بناء على الباترن اللي عمله. طب الباترن ده يعني ايه؟ يعني اللي تعلمه مني. زي مثلا الاطفال دول، الطفل الصغير علمكم الباترن ازاي؟ الطفل الصغير في حاجات كتيره جدا احنا ما اديناهوش القواعد بتاعتها. يعني ايه؟ يعني ساعات يحط ايده على النار، ما قلنالوش احنا ما قلناش قاعدة النار دي انها بتعمل كذا وكذا وكذا وبتسبب لك ألم، هو ما عرفش، هو حط ايده على النار لقاها سخنة راح برجع ايده. فهم كده ايه؟ فهم كده ان الحاجة دي ما تقرب لهاش. هو ما عندوش الرول، هو خلق الرول، هو بفكره عمل الرول دي. دي اسمها الباترن. يعني ايه؟ يعني من المشاهدات بدأ ان هو يفهم الموضوع ماشي ازاي، فبدا يتعلم. لما هم مثلا الاطفال دي بتعمل القلعه دي، هم ما كانش معاهم ديزاين والامور دي كلها، هم عملوها يعني عندهم مدخلات وبداوا يعملوا فيها لغايه لما في الاخر طلعوا باترن، فبقوا كل مره يعملوها احسن من الاول، بقى عندهم الرولز بتاعتها. طب ازاي؟ طب ايه الفرق بينهم وبين البروجرامنج العادي؟ ما في عندنا برامج كتيرة قوي بنحط الارقام ونحط المعادله تطلع لنا الريزلت. ايوه ده التراديشنال بروجرام، ده العادي، نحط داتا ونحط برنامج وهو طلع لنا ايه النتيجه. حط له مثلا متواليه ارقام وقول له اعملها لي متواليه هندسيه يعملها مثلا. امال ده يعمل ايه ده؟ قال لك لا، انت بتدي له الداتا والريزلت ويطلع لك البرنامج. يعني ايه؟ يعني بقول له شوف المتواليه دي، شايف الارقام دي؟ الريزلت بتاعها هيكون بالشكل ده. تدي له الارقام بعد ما اتعملت متواليه هندسيه مثلا، هو يروح مفكر ومطلع القانون بتاعها يشتغل ازاي، الفانكشن نفسها بتشتغل ازاي. ده فكره الماشين ليرنينج باختصار. يعني
طبعا في ناس ما شاء الله علماء فيها ما نجيش فيهم حاجة، لكن ده اللي احنا فهمناه. يبقى كده زي الطفل ما شاف الصورة بتاعت الشمعة وحط ايده عليها وتلسعته، شاف اللمبة حط ايده عليها وهي سخنة لسعته، شاف البوتاجاز حط ايده على الفرن ولسعه، بدأ ان هو يحط الصور كتير في دماغه ان دي بتأدي لنفس النتيجة دي، وده اللي بيعمله الماشين ليرنينج. علشان كده ساعات يقول لك ايه، عارف في برنامج كده جبته على الايفون، بس اي نبات كده تجيبه تحطه قدامه كده بس ايه يروح قايل لك النبات ده ايه. طبعا انا كنت عايز يعني اساسا عشان افرق ما بين الكزبره والتاني البقدونس، لكنها العمليه وسعت شويه وبقيت اتفرج على الورود. المشكله ان هو بيديني اسمها العلمي، انا مش فاهم اسمها العلمي. طب هو عارف منين الاسماء دي؟ عرف من صور كتير جدا، ملايين الصور دخلت له والناس في الاخر قالت له ده كذا، فبيتعلم ده كذا لا كذا. عشان كده حتى وانت بتشتغل على الاوبن اي اي بيقول لك الاجابه دي عجبتك ولا لا، اديني فيدباك. هو بيعمل ايه؟ هو بيتعلم منك، هو بيتعلم منك. فده فكره الماشين ليرنينج. طيب يعني انا بدخل داتا وفي الجوريزم بيطلع لي مين؟ بيطلع لي الموديل، بيطلع لي المعادله تمشي ازاي، بدخل له المدخلات والمخرجات يطلع لي هو المعادله. معنى كده ان ده حصل تغيير كبير جدا في الادوات اللي بنشتغل فيها كمديرين مشاريع زي السوفت وير مثلا. تراديشنال بروجكت مانجمنت سوفت وير هو عباره عن تمبلتس معينه، ورك فلوز معينه، مدير المشروع بيدخل عليها ويعمل البلان خلاص. طبعا السوفت وير فيه مثلا فيتشر زي الجانت شارت، التاسك ليست، الريسورس اللوكيشن والامور دي كلها. طيب قال لك لا دلوقتي بقى الموضوع اختلف، السوفت وير اللي مبني على الاي اي بيعمل اناليسز للداتا من المشاريع اللي فاتت. هنا النقطه، لو انا ما عنديش مشاريع فاتت، لو انا ما عنديش الداتا بشكل جيد في المشاريع اللي فاتت اعمل ايه؟ ده المشكله بقى اللي احنا هنتكلم فيها بعدين. وبيحدد الباترن، بيعمل المعادله. يعني بيقول ايه؟ بيقول بناء على المشاريع اللي فاتت انا شايف ان هي دي الريسورسز اللي تنفع للمشروع ده. لما تيجي تقول له مثلا خلي فلان الفلاني يشتغل الشغلانه دي في 5 ايام، يقول لك خد بالك فلان الفلاني بقى بيشتغل الشغلانه دي في 10 ايام. جبتها منين؟ جبتها من اللي قبل كده. مين اللي علمك؟ انا رحت شفت الداتا. انت مش دخلت قبل كده جداول وبعد كده رحت غيرتها تاني علشان في مشاكل. ايوه خلاص انا فهمت. طيب واعمل ايه؟ يقول لك خد فلان بداله. وانت عرفت منين فلان ده بقى؟ ان شاء الله عرفته، ما انت قبل كده اصلا كنت انت شغلتهم الاثنين في نفس التاسك، فانا عرفت ازاي ده مش موجود يبقى ده موجود. يبقى بيعمل الالوكيشن بطريقه غريبه، مش الريسورسز بس في الهيومن ريسورس، حتى في الموارد الثانيه. سوفت وير كود ذن يوز ذا انفورميشن تو ميك ريكومنديشن. هو طبعا ما بياخدش قرار في الاخر بس بيديك ريكومنديشن. تيجي تقول له مثلا التايم لاين كذا يقول لك لا اديها كمان اسبوع. يعني انت خبير؟ يعني انت هتفهم احسن مني؟ انا مش بفهم احسن منك، انا اللي اتعلمته كده منك. انا اتعلمت كل مره بتدي ده بتزود اسبوع، خلاص ده اتعلمتها، انا عملت الباترن، بقيت كل مره ما تديني ده اروح مزود لك اسبوع عليه. ده اللي اتعلمه. الاي اي باور سوفت وير كمان كود بي اوتوماتيكلي ديتكت اند ريسولف ذا كونفليكت اوف ريسورسز. لو لقى في كونفليكت في الريسورس يحلها بناء على برضو المعلومات القديمه. حتى لو في مثلا واحد ممبر بعت على مثلا رساله على السوفت وير قال انا عيان ومش هاجي قدامي اسبوع، هو اوتوماتيك يجي يقول لك على فكره فلان الفلاني عملت اساينمنت لفلان بدل فلان، انت موافق ولا لا؟ لانه هيقعد اسبوع عيان. ده الفكر بتاعه. كمان الناتشرال لانجويج دي ليها فيها قصه. يمكن من حوالي والله ما انا عارف تقريبا 8 سنين 7 سنين كان ليا محاضره في دبي، وبعدين ليا صديق اسمه احمد هو قاعد في ابو ظبي جالي وقعد يتكلم معايا وكذا، وكان بيطور برنامج مايكروسوفت بروجكت بيعمل ادونز وبيعمل بي اي لو بيعمل حاجات كده كتير قوي، بيعمل كمان بزنس انتليجنس لو وحاجات كده. فقلت له انت عايز توصل بايه يا احمد للموضوع في الاخر؟ قال لي انا عايز اوصل لدرجه ان السوفت وير ده يحضر مع الناس الاجتماعات والناس تساله ويرد عليهم ويقولوا له مثلا مشروع كذا ايه اللي حصل فيه، يقول له حصل فيه 1 2 3 4. طب ايه الحاجات المؤخرانه؟ مؤخرنا 1 2 3 4.
طب تفتكر مين نجيبها من فين؟ نجيبها من فلان وفلان وفلان. طب فلان ده اسرع واحد من واحد منهم فين؟ ده. وارخص واحد مين؟ ده. قلت له طب وانت عايز كده ده يدخل الاجتماع ويتكلم كده؟ قال اه، انا عندي هدف ان هو يدخل الاجتماع ويعرض المشاريع ويعرض ويحل المشاكل ويساعد الناس ويعمل ابديت في السكيدجول بالفويس. لما نقول له مثلا طب شوف ايد التاسك اللي هو ده حوالي 20 يوم، يقول لك مثلا هيعمل كونفليكت مع التاسك ده، طب خلاص رحل ده كذا، يقول لك خلاص انا هعمل كذا 1 2 3 4 ايه رايك؟ هو عايز يوصل للمرحله دي. يا احمد لما كلمني الكلام ده من 8 سنين يعني انا قلت الله يعينك، يعني ده جوب كبيره، وهو الحمد لله يعني مش في الموضوع لغايه دلوقتي، ماشي في الموضوع. بس النهارده اصبح تحت ايده تولز، يمكن كان تحت ايده من الاول وانا ما كنتش عارف، بس اصبح دلوقتي واضح للكل ان تحت ايده تولز يقدر يعمل الكلام ده. يعني هو مش غريب انه هو يطلع الريسك او المخاطر. جابها منين؟ جابها من قبل كده. طب يعني هو جاب نفس المخاطر قبل كده؟ لا، هو ممكن يكون يتوقع ان المخاطر ده الخطر ده لما يحط مع الخطر ده. وعرف الكلام ده منين؟ عرف من lessons learned اللي احنا ما بنكتبهاش. هنا بقى يجي موضوع lessons learned على حاجة أساسية في هذا الموضوع. AI كمان can assist with many tasks in the project management office but it will not replace the role of the project manager and the PMO staff. ده الـ AI مهما عمل لا يمكن. يعني مثلا انا اديته يعمل لي راسي ماتريكس، اديته يعمل لي كوميونيكيشن بلان، اديته يطلع لي من الستيك هولدرز اللي هنا، اديته يطلع لي كذا، اديته يطلع لي كذا، اديته يكتب لي بروسيس. ايه رايكم بقى؟ اديته بروسيس كامله كتبها. قلت له بص انا عايز بروسيس بتعمل 1 2 3 4 تكون الاستراكشر بتاعها كالاتي كذا وكذا 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 وكذا، وطلعها لي بقى وطلع لي كمان يعني هو ما بيعرفش يرسم جداول يعني، بس هو قلت له طلع لي الكونتنتس للجداول، طلعها لي كلها خلاص. يعني انا حاسس ان انا دلوقتي مركب تربو، ما عنديش مشكله، اصبحتش البروسيس هي. على فكره قلت له تقدر تعمل لي اوتوميشن، تعمل لي تعملها فلوت شارت. قال لي انا هنصحك باكتر من شركه بتعمل الفلوت شارت. لما رحت الشركات دي فبياخدوا البروسيس اللي هو كتبها لي ويعملها فلوت شارت. ونفس الشركه بتقول ايه؟ بتقول لو انت عايزني اعملها لك اوتوميتد اعملها لك اوتوميتد، انا عندي اوتوميشن يعني اعملها اوتوميتد بالكامل. يعني معنى كده ان انا دي معنى كده ان انا اقول له ان انا عايزه ويعملها لي بروسيس ويعملها لي فلوت شارت ويتعمل لي اوتوميتد وحط على السيستم وتشتغل. بتكلم عن تجارب شخصيه مش كبيره قوي يعني، يعني ما ينفعش تكون كيس ستادي يعني، لكنها محاولات يعني. طيب يبقى معنى كده ان ممكن المودرن بي ام او تيم يكون بالشكل ده؟ ممكن، بس يعني مش للدرجه دي. لازم يكون في هيومن في الموضوع، ويمكن تكون بيشتغلوا لان هم بيشتغلوا طبعا 24 ساعة، وده بيشتغل مثلا 8 ساعات، فده يعني ممكن يكون النسبة كده تقريبا. الـ AI هيعمل ايه للـ PMO؟ على حسب الدراسات اللي موجودة بيعمل predictive analysis، يقدر يعمل analysis للداتا علشان يتوقع ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل، ايه المشاكل اللي ممكن تحصل. كمان يقدر مدير المشروع يحدد ايه هي المشاكل ممكن تحصل وامتى هتحصل. وبعدين كمان بيعمل ايه؟ بيقدر يتوقع الامبلوي بيرفورمانس. يعني ايه؟ يعني هيعرف لك كده من الاول وانت بتخطط، هيقول لك شوف الامبلوي بيرفورمانس في رمضان بيقل له 50%. هو لوحده. طب وعرفها منين؟ عرفها من اكتر من رمضان تم وكانت العمليه بتترحل. هو فهم ان التاريخ ده واحنا حطينا له ان في تواريخ معينه الناس البرفورمانس بتاعها بيبقى عالي، وفي تواريخ بتبقى البرفورمانس منخفض. فبيبدا يحسب في التواريخ دي مين اللي هيشتغل وهيشتغل في ايه وهيعمل ايه، ويقدر يحسب البرفورمانس. لو انت ظبطته حتى على درجه الحراره وقلت له لو درجه الحراره وصلت كذا بيبقى البرفورمانس اقل، بيعرف بيقدر درجات الحراره فيعرف يقول لك البرفورمانس قد كذا، يعني من الفوركاست ليها كمان. ده مش خيال علمي، ده يعني موجود بشكل موجود يعني. ايوه حمزه ايوه هيدانه موجود، اطمنه البروجكت مانجر هيدانه موجود، امال مين اللي يعني. المهم الناتشرال لانجويج بروسيسنج طبعا زي ما حكيت لكم قصه ابو حميد ده اللي بيعمل السوفت وير، انه خلاص يعني اقدر اتكلم وهو يفهم كلامي. وطب والكلام ده جابه منين؟ ده قصه طويله، قصة طويلة جدا جدا جدا. كل الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه على السوشيال ميديا وعلى كذا وعلى كذا، الناس كتبوا وعرفوا وبدأوا ان هم يعلموا
بالاي اي، وبالتالي اصبح في موديولز كامله موجوده ومعروفه حتى لو انت بتتكلم باللغه العاميه. فهنا ال NLP can used to analyze unstructured data، يعني كمان بيشوف كمان الايميلز، يقرا الايميلز ويطلع فيها الشات لوج، السوشيال ميديا بوستس، ويحدد لك البوتنشال ايشوز اند امبروف كوميونيكيشن. يعني ايه الكلام ده بقى؟ دي معلومات بيقدر ال اي اي يحددها. حتى لو انت عندك سوشيال ميديا على النتورك في الشركه عندك، يقدر يعرف الناس بتقولي فيها، او في جروبز معينه يقدر يحلل هم بيكلموا عن ايه بالظبط وايه المشاكل اللي ممكن تحصل في المستقبل. في كيس ستادي انا يعني شفتها تتكلم عن ان احد الشركات مخلين الاي اي عينه على مين؟ عينه على المنافس، كذا منافس عينه عليهم، اول ما ينزلوا حاجه جديده يقول لهم حاجه جديده نزلت وده اللي عملوه وده اللي عندنا زيه وده نقدر نقارن بينهم ازاي. على فكره الكلام ده انا امبارح عملت له فاليديشن مع واحد خبير في الاي اي، قلت له اسمع انا سمعت 1 2 3 4 وقريته، الكلام ده ممكن يحصل؟ قال لي ممكن يحصل، واداني كونديشنز. الحقيقه ما بتحصلش كده، لكن اداني كونديشنز دي، لكن تحصل. الانتليجنس اوتوميشن كمان، الاي اي كان اوتوميت الروتين تاسك، يعني هيعمل فري للبروجكت مانجر من الروتين تاسك، الداتا انتري، الريبورتنج جنريشن، كمان بيقلل الريسك من الايرورز. هل ممكن ان هو يقول لي مثلا معدلات الانجاز وكده؟ ممكن بالكاميرا، ممكن بالكاميرا يطلع لك بالكاميرا ايه اللي حصل وايه اللي جرى وايه اللي شاف وده. يمكن لينا يعني اصدقاء في موضوع البيم والبيلدينج انفورميشن موديلنج، يعني عندهم توقعات لا نهائيه في موضوع الاي اي وازاي ان هو ممكن يشرف على الشغل. الماشين ليرنينج كمان كان بي يوز تو ترين الالجوريزمز تو ريكوجنايز باترن اند ميك بريدكشن امبروف ذا اكوريسي اوف ذا فوركاست. بيبدا هو يتعلم طول ما انت ماشي. خد بالك الاي اي حاجه من اثنين، يا اما تجيبه متعلم جاهز يا اما تقعد تعلم فيه. عارفين مشكله جوجل في ايه في الشات بتاعها؟ ليه الاوبن اي اي متفوقه وجوجل بتحاول تلاحقها مش عارفه؟ لان في الحاله الاولى ايلون ماسك والجماعه اللي هم لعبن اوبن شات ده ومايكروسوفت كمان دعمتهم فلوس كتيره، دربوه ستيب باي ستيب زي الطفل ما بيتعلم، فقعد يتعلم ويطلع باترنز معينه، فهم 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 لغايه لما بقى عنده حصيله كامله من التعلم. ووقفوه على سنه والله ما عارف 2021 ولا كام، وقال انا خلاص كده ايه، وما بيعملش سيرش، ما بيعملش سيرش لان هو بدا يتعلم، فبدا يطلع حاجه معقده كده جدا، يعني طلع معادلات له عشان يفهم منها. بينما جوجل يعني ما عندهاش الوقت ده، ما ادتش الوقت ده له، فقعدت انها تطلع حاجات وفي الاخر ما اعرفش اذا كان يعني مثلا فكره السوفت وير بتاع الزرع ده اللي انت تحط الصوره عليه يطلع لك ده نوع ايه الزرع ده، ده في ملايين الملايين من الصور. طيب انا كمان اقدر احط ملايين الصور من العيوب ويقدر يقول العيوب دي في العيب ده في البينتينج والعيب ده في كذا وعيب في ممكن تروح تشوف يعني ممكن تشوف داتا بيس كبيره فيها كل الصور دي تستخدمها لانه اتعلم. الكريز افيشنس الاي اي برضه اوتوميت الروتين تاسك زي ما قلت لك. على فكره هو يقدر يعمل سكيدجول ميتينجز، سيندنج ريمايندرز، ابديت البروجكت بلان. ده انا زي اليكسا كده لما تقول له اعمل ابديت للبروجكت بلان يروح يعمل ابديت، وصلت لغايه فين هنا، وصلت لغايه كذا، وصلت لغايه كذا، وصلت لغايه كذا، وخلاص. يعني اصبح فول اوتوماتيك يعني، او هاف اوتوماتيك خلينا نقول، اصبح ممتع يعني. انهانس الكولابوريشن، التولز دي كمان بتسهل على التيم ممبرز التفاعل، وكمان هو بينظم الاوراق، بينظم الدوكيمنت، بينظم الايميلز، بينظم الكلام اللي احنا بنقوله. بيتر ريسورس الوكيشن زي ما قلنا، ان دي برضه من ضمن الحاجات اللي بتعمل مشكله، ريسورس الوكيشن، مين ينفع فين ومين فاضي ومين مين اعتمد عليه في النقطه دي تحديدا، ومين البرفورمانس بتاعه بيطلع ومين البرفورمانس بتاعه بينزل. ما هو الناس مش كلها سي في يعني، ماشي انا حطيت المهارات، بس هي فعلا هل الراجل ده منحط مع المهاره دي فعلا خلص في الوقت المحدد ولا لا؟ هو بيربط الامور دي كلها ببعضها. مونيتورنج البروجكت بروجريس
طبعا يستخدم بقى ساعات الكاميرات والدرونز والامور دي كلها، او ان هو لو هو مثلا مشروع اي تي بيعمل بيشوف البروجريس والاكواد اللي حصلت واللي ما حصلتش والحاجات اللي اتعملت ورجعت مره تانية وطلع البرفورمانس. الكواليتي كنترول بيساعد في الكواليتي كنترول في الديليفرابلز. يعني هنا في مثال ان هو السيستم دي كان فايند ميستيكس ان ذا بينت ورك كان ترانسفير سام اندرستاندينج، يعني يقول لك والله لا البينت ورك ده في مشكله، يعني ممكن يمشي عليه كده يقول لك والله هنا في مشكله هنا في مشكله هنا في مشكله هنا في مشكله، ليه؟ عنده ملايين الصور عنده هناك يقدر انه يطلع منها الحاجات دي. النوليدج مانجمنت النهارده، يعني انا شخصيا بعمل ايه؟ بعمل دلوقتي الموضوع الشات ده بحاول يعني اعمله لاحد الاورجنايزيشن بحيث ان انا ادربه على شغلهم. اي واحد مش عارف يعمل حاجه معينه اقول له تعملها ازاي، اي حد عايز اي حاجه زي الشات الاوبن شات اللي انتم شغالين على شات جي بي تي نفس الموديول ده، بس هنعمله ايه محلي على شغلنا احنا، ونقعد ندرب فيه ندرب فيه ندرب فيه والناس تدرب فيه، وبعد كده يقول له حاجه غلط يضربه على ايده كده غلط فيقول لك طب ده الصح، اقول له اه ده صح فيفهم فيبني المعادله. ريسك مانجمنت بقى طبعا حدث ولا حرج، يمكن انا اصلا موضوع ريسك مانجمنت ده انا شفته من يمكن اكتر من 7-8 سنين في احد المؤتمرات، كان واحد بيقول احنا شغالين في الاي اي على الريسك مانجمنت وبيطلع لنا الريسك من كل الاماكن في العالم، قصه طويله جدا. الماشين ليرنينج والاي اي بارت امبروف ذا استراتيجيك بلاننج والريسك ميتيجيشن، وبيطلع التريجر والامور دي كلها ليه؟ مبني على المعلومات. هو بيقول لو دي الاحداث دي حصلت كويس وده المشروع بتاعنا وفي المكان الفلاني كذا مره تحصل حاجه معينه في الاخر، وبالتالي انا كل ما هنرجع على المنطقه دي اقول لهم خدوا بالكم يا جماعه في حاجه ممكن تحصل هنا. بدا ان هو يفكر يربط الاحداث. انا ما قلتلوش، انا ما اديتوش كود، ما قلتوش لو لقيت ده ولقيت ده ولقيت ده اعمل كذا، لا انا اديته بس زي مدخلات بسيطه زي ويتس كده زي حاجه تساعده على التفكير. يعني هنا خلينا اوريكم الفيديو ده، والله بس يشتغل كويس الفيديو مش شغال ولا ايه؟ الفيديو ده طب انا خايف الفيديو ده بس الصوت بتاعه ما يبقاش واضح، فلو الصوت مش واضح قولوا لي. ها For companies looking to reduce risk, improve construction safety. صوت واضح يا جماعة؟ واضح. طيب. And productivity and negotiate better insurance premiums, there's new metrics. Our AI-based suite of software products identifies construction risk with predictive analytics, safety observations, and safety monitoring. The new metrics predictive analytics product examines your project data from a variety of sources, our own safety observations and safety monitoring products, as well as other data you have, which we can access through pre-built integrations with platforms like Autodesk, Procore, Oracle, StructionSight, Box, and more. Our predictive models use the power of AI to determine the level of safety risk for all of your projects. We can tell you each week which 20% of your projects will have 80% of your incidents the following week. Our predictive models have been trained with over 12 centuries of data. They go beyond historical trends to provide insight into the future safety and performance of your projects. We also provide prescriptive intelligence, which enables you to take the necessary action to avoid incidents before they occur. These techniques have helped contractors reduce their recordable incident rate by as much as 40%. Newmetrics Safety Observations product helps teams drive higher levels of engagement, increasing participation by craft workers to make safety everyone's responsibility. Our unique approach enables the entire company, from project teams to executive team members, to make safety observations. Our easy-to-use risk ranking feature encourages the documentation of both positive and negative conditions, removing the stigma of getting caught doing something while still reinforcing the Our safety observations product works alongside your current construction management system and triggers workflow like alerts,
ports, and closure, allowing data to flow to your business intelligence platform. Additionally, the Safety Observations product collects AI-ready data and ties directly into Vinny, our construction-trained AI engine, to feed our predictive models. Today, with constantly changing project conditions, more construction site data is being generated than ever before. Fortunately, NewMetrix Safety Monitoring product plugs into your existing sources of visual data and the data coming from safety observations to identify risk using Vinny. Vinny works like a virtual safety manager on your projects. He has been trained with over 17 million construction images and is engineered to automatically detect over 100 safety hazards, create dashboards and a safety risk assessment report that enables cross-project benchmarking for leading risk indicators, from PPE to workers at height, to ladder by type, improper ergonomics, slip, trip, and fall hazards, and more, and score projects based on subtle risk signals. Finally, all the safety monitoring statistics generated in this product are fed directly into our predictive analytics product. When employed, this increases the accuracy of predictive models by up to 25%. The only solution that leverages the power of AI to uncover risk signals in your data, lower your incident rate, reduce claims, and lower your cost. طبعا ده انا يعني ما بنعملش اعلان للشركه دي، لكن انا بس حبيت ان انا اخدها كمثال. بيقول لك احنا عندنا 17 مليون صوره، يعني هو بيشوف اللي شايفه قدامه ده بيطبقه ب 17 مليون صورة علشان يعرف اللي بيحصل ده في ريسك ولا لا، في له علاقة بالسيفتي يعني. ده بالنسبة للريسك. كمان في بالنسبة للبروجكت مانجمنت اوفيس، نرجع مرة تانية نلاقي ان الداتا اناليسيز والاوتوميشن دي بقت حاجة أساسية. حتى ان في كيس ستادي معروفة يعني ماكرون علشان يشوف المشاريع، بيشوف up to date المشاريع اللي موجودة عنده في الفرنش public sector project، وعلى أساسها على أساس بياخد برأي الـ AI في إيه المشاريع اللي تستمر واللي ما تستمرش والأمور دي كلها والمخاطر اللي موجودة فيها ومين أفضل. يعني يمكن تقروا الكيس study دي كاملة على هارفارد بيزنس ريفيو، موجودة هناك تقريبا الكلام ده كله، سلايد دي بالذات يعني متاخده من هناك. و new intelligence tool also radically transform the way PMO operate and perform with better monitoring the project progress, the capability ان هم يعرفوا ايه المشاكل اللي تحصل، الاوتوميشن وموضوع الريبورتس اللي عامل مشاكل للناس ده كله. بيطلع generating sophistication in selecting the best project management methodology for each project. دي بقى حاجه يمكن اتكلمت فيها من فتره كده. شوف يا جماعه، كل مشروع احنا قاعدين نقول كل مشروع يونيك وكل مشروع له الميثودولوجي بتاعته وكذا، وفي الاخر خالص بنروح حاطينهم كلهم على نفس البروسيس، خد ادي الشارتر وادي مش عارف ايه واشتغل عليه، نفس الميثودولوجي بتاعت كل المشاريع، هو حاجه واحده للكل. فتلاقي بقى مشروع الميثودولوجي ضيقه عليه، وتلاقي مشروع تاني الميثودولوجي يعني واسع عليه، وتلاقي الميثودولوجي اصلا عبء عليه. فهنا طبعا الميثودولوجيز والبروسيس دي كلها ازاي تتكون وازاي تتعمل، محتاجين ندرب الاي اي عليها، عشان لما حد يجي يقول انا عايز اعمل مشروع في الاورجانيزيشن عندي، ندخل له ايه هو المشروع، يطلع لنا يقول لك خد ادي البروسيس اللي تشتغلها وادي الحاجات اللي تعملها بالظبط علشان مشروعك ينجح بالظبط على قد مشروعه. اجايل، هايبريد، ووتر فول، وحتى ووتر فول في انواع كتيره، والهايبريد في انواع كتيره، والاجايل في انواع يعني كتب في التولز بتاعت الاجايل، ده يستخدم امتى وده يستخدم امتى، والورك فلو ده يستخدم امتى وده يستخدم امتى. يمكن من فتره احاول اعمل حاجه زي كده بحيث ان انا الناس تعرف اعمل لهم طريقه بحيث يطلعوا الميثودولوجي على حسب مشاريعهم في الاورجانيزيشن اللي انا حاليا بعمل لها شغل، يعني كونسلتنسي سيرفيس. كانت مجهده جدا صراحه ليا، يعني كنت اتمنى ان يكون عندي هيستوري كبير ومشاريع كتيره وبس، يعني تنحط بحيث ان هو يقدر يتوقع ان المشروع ده دي الميثودولوجي مش معاه، والمشروع ده يعمل ده وما يعملش ده، فبيتعلم طول ما احنا ماشيين. يمكن هي الداتا هي دايما المشكله في الموضوع ده. الكومبلاينس مونيتورنج فور ذا بروسيس اند بوليسيز، برضه الاي اي يقدر يقول لك والله ده كومبلاي مع السيستم، لا ده ضد الجفرنس اللي موجود، خاصه لما بتشتغل في حاجه
فيها قواعد معينة زي البنوك زي الكونستراكشن زي غيره، في كومبلاينس وفي حاجات، وأي حاجة ممكن تحصل جديدة لازم تكون الـ AI يعرف يقراها بسرعة ويعرف يترجمها ويعرف يقول دي إيه بالضبط ودي هتأثر فين بالضبط عندنا. الأوتوميشن versus the virtual assistant كمان virtual assistant assistants automation virtual assistants of supporting functions such as status update. يعني أنا ممكن أحط السنسورز في كل مكان يطلعوا لي بالضبط إيه المعدات اللي دخلت وإيه المعدات اللي خرجت وإيه اللي حصل وإيه اللي تأخر وإيه اللي متأخرش والأمور دي كلها، ويبدأ يطلع لي ريبورت ويطلع لي كمان بعد فترة يقول لي مين أفضل ناس ومين أسوأ ناس ومين تتعامل معاه ومين، يعني ده من ضمن الإيه الحاجات. طيب أبدأ إزاي؟ أولاً مفيش حاجة اسمها يلا نعمل AI، احنا حضرنا محاضرة وكانت حلوة ويلا نعمل AI، مفيش حاجة اسمها كده. لازم تحدد الأول أنت عايز تعمله ليه. والله عايز أعمله عشان أقلل الريسك، ماشي. عايز أعمله علشان الريسورس عندي مش فيها مشكلة، ماشي. عندي مشكلة في التشينج ريكويستس، بتيجي كتير تشينج ريكويست. عندي مشكلة في الكليمز، عندي مشكلة في كذا، عندي مشكلة في كذا. يعني أنت عندك مشكلة عايز تحلها، يبقى أول حاجة لازم تحدد إيه هي المشكلة اللي أنت عايز تحلها. تاني حاجة تبدأ evaluate your current PMO process خلاص، وتشوف إيه الحاجات اللي أنت محتاج تتعدل فيه. بعدين علشان تبقى جاهزة هذا الموضوع look تشوف التاسك إيه الحاجات الريبيتيتيف برضو من ضمن الحاجات اللي أنت تعملها. يعني مثلا بتحدد الأوبجيكتيفز، بعدين بنشوف الأوبجيكتيف. مثلا أنا عندي مشكلة خلينا نقول في موضوع الاستراتيجيك بلاننج مثلا، طيب يبقى انت عايز تركز على الاستراتيجيك بلاننج. اوكي هي دي الداتا. طيب انت ايه اللي عندك حاليا في البي ام او وايه الايرورز وايه المشاكل اللي بتحصل فيها، بتحصل 1 2 3 4. طيب تبدا تشوف الاي اي سوليوشنز، تبدا تعمل ريسيرش، لان دلوقتي بقى في سوليوشنز كتيره جدا لهذا الموضوع. طيب هل انا ممكن ابني سوليوشن؟ ممكن تبني سوليوشن، بس المشكله في ايه بقى؟ انك انت عقبال ما تعلمه علشان يلا يطلع فايده سنه على الاقل، على الاقل سنه لما تقعد تعلم فيه تعلم ده، وناس يعني فريق عمل شغال معاه علشان يبدا ان هو يفهم الامور ماشيه ازاي ويبدا ان هو يشتغل عليها. او انك انت تشتري داتا بقى من هنا ولا من هنا، او تعمل اكسس لداتا معينه، لان دايما مشكله في الداتا علشان هو بيبني الباترن بناء عليها. وبعدين لو انت لو اشتريت يعني سوفت وير بيقدر يعمل الشغل ده او عدلته حتى على شغلك وبدا يتعلم على شغلك، بتعمل بايلوت تيست للاي اي سوليوشن، شوف هل هو فعلا هيطلع نتيجه ولا هيخرب الدنيا. تقدر انك انت تشوف، طبعا تستخدمش بقى في التيست سوليوشن اللي هي ام نور عندها ثلاث بنات واحد اتنين مش عارف مين ومين، تبقى عندها كام واحد في الاخر. ما الكلام ده يعني ما التريكس اللي قاعدين يعملوها في الشات جي بي تي. لا احنا بنعمل تيست يعني بجد يعني علشان نشوف ايه الرد الفعل بتاعه. بس نعمل بعد كده مونيتور للريزلتس وكي بي اي، ونعمل ترين للتيم. بعد كده الكونتينيوس امبروفمنت اللي هو التطوير المستمر. بي كيرفول، هل اي اي على الرغم ان انا يعني الناس اللي مشجعين عليه جدا ومقتنع بيه، الا ان هو فيه مخاطر، مخاطر خاصه بالداتا برايفسي والسكيورتي. لازم الشركه تاخد بالها من موضوع الداتا بتاعتها، لان الداتا يعني ممكن انها تليك اوتسايد يعني. فانت لازم انك انت تتاكد ان في برايفسي ريجوليشنز موجوده، وان في تعهد من الناس اللي هتشتغل عليه انها مش هتاخد الداتا دي وتطبقها في اي حته تانية وهكذا، لان الداتا دي كنز بعد ما الناس تشتغل عليه لفتره معينه وطلع باترن معين، دي تبقى يعني حاجه كويسه جدا. البايس الالجوريزم نفسه ممكن ان هو يفضل ناس على ناس، يعمل حاجات عن طريق اللي هو التحيز الشخصي. يعني ممكن اديله في الاول اعلمه زي ما تقول له مثلا ايه، بنديله صور كل مره يختاروا الشخص الاسود على انه هو المجرم، الشخص الاسود على انه ده مين المجرم، مين البريء ومين المجرم، يوم يختاروا الاسود انه هو المجرم، مين البريء ومين المجرم، ويحطوا الاسود مع اكتر من شخص يختار الاسود. بعد كده بيتعلم ان الاسود مجرم خلاص، ده نوع من البايس. وهم بيعلموه، ممكن يعلموه حاجة زي كده، ودي من ضمن الحاجات اللي هي فيها خطورة. lack of transparency، احيانا يكون مدير المشروع مش فاهم هو ليه الـ AI ادى الديسيجن ده، لان العملية معقدة جدا، فلازم كمان يكون العملية فيها نوع من الترانسبيرنسي والناس عارفة بالضبط وعلى اساس بيعمل الكلام ده.
resistant to change طبعا زي ما حضراتكم قلتوا باشمهندس أكرم قال وغيره ناس كتيرة قالوا resistant to change. ناس كتيرة جدا تخاف من موضوع الـ AI فاهمين ان هو ممكن يحل محلهم. فده لازم يعني طبعا تستخدموا احد المنهجيات الخاصة بالـ change management. انا شخصيا بستخدم جون كوتر لكن طبعا ايا كان المنهجيات اللي بتستخدم دي تعتبر من منهجيات يعني الناس تعبت فيها لغاية ما عملتها بس تحتاج adoption شوية عشان الكالتشر بتاعتنا تمشي معاها. لكن دايما بنحاول ان احنا نفهم الناس ان ده مساعد ليك وليس ضدك. يعني الاثيكال كونسيرن ودي انا عندي فيها محاضره كامله على projectmanagement.com اسمها ديجيتال ترانسفورميشن ار يو شور اباوت وات يو دو حاجه كده. ففيها كتير من الاثيكال كونسيرنز ليها علاقه بالاي اي في الهايرنج في البروموشن ديسيجن في امور كتيره ممكن ان هو ياخد قرار يعني في نوع من التحيز لجنس عن جنس او لون عن لون او ايا كان. كمان اذا في ناس هتفقد وظائفها لسبب ان الاي اي ده هيشتغل لازم نقول لهم من قبلها مده كافيه يا جماعه طوروا نفسكم في الاريا دي ونعمل لهم زي كارير باث ان هم يعملوا حاجه تانية ليها فاليو اكتر ويتعاملوا مع التكنولوجيا خلاص. لانه ممكن مثلا وظائف انا مش عايز اذكر وظائف بالاسم يعني لكن في وظائف بالتاكيد مش هتكون موجوده بالتاكيد. فلازم ان احنا نقول للناس ان الوظائف دي مش هتكون موجوده فلازم نكون صادقين معاهم ولازم ان احنا نفهمهم. وفي وظائف تانية هتتوجد جديده فلازم ان احنا برضو يكون عندنا نوع من التوازن بين الاثنين وندرب الناس على كل ما هو جديد. ده انا اعتقد ان هو احد الاوبليجيشنز على الشركات. اوكي نعمل سكان دلوقتي ونشوف ايه اكتر حاجة. احنا خلصنا تقريبا. خلينا نعمل conclusion الاول بعدين نرجع لده. conclusion هو ان الـ AI يستخدم في الـ project management office ممكن يعمل automation لـ repetitive task, enhance data analysis, optimize the project performance. AI مش هيغير مش هيكون مكان الهيومن. طبعا ما تقولش كلامات متناقض مره تقول هيكون مكان الهيومن. قول في بعض الوظائف ممكن انه يعملها بالكامل وفي بعض الوظائف الثانيه مش ممكن فهو مش هيستغنى عن الهيومن بالكامل. لكن في بعض الناس ممكن انها فعلا يعني مثلا النهارده التكنيكال رايترز النهارده هو بيكتب احسن من التكنيكال رايترز في كتير من الاحيان. انت بس بتبقى عايز تعدل حاجات معينه لو قلت له اكتب لي ايميل دلوقتي هيكتب يعني طبيعي. يعني هو في دوكمنت كنترول الحاجات دي كلها اصبح هو يعني مش بقول ان الوظيفه هتختفي لكن اقول انها هتقل. خلينا نقول هتقلل منها. كيرفلي بلاننج تيستينج ومونيتورينج والنيسيسري طبعا ده المهم للبشر ان هم يجربوا يشوفوا هل هو صح شغال صح ولا لا لان هو لسه حتى الان في طور التعلم. Important to know that AI is no longer optional tool for the organization operating the project management office. وطبعا هيزيد التكنولوجيا دي في المستقبل ولان كمان المشاريع بتزداد تعقيد وبتزداد تنافسية وبتزداد كمان رغبة في انها تقلل تكاليف قدر الامكان. ما بقولش تكاليف انها ستفيد الناس اقصد انها تعمل more utilization للresources اللي عندها. وكمان لازم تاخد بالك من الريسك اللي موجود مع الاي اي. مش الامور كلها مش وردية ممكن على فكرة ساعات بيألف يعني هو كتب لي شوية كلام كده مرة قلت له فين الريفرنس قال لي الريفرنس كذا رحت للكذا ده ادور عليه ما لقيتش حاجة لقيته موضوع تاني خالص. فاخد بالك يعني ساعات بيألف كده من عنده احيانا يعني مش عايزين نتورط معاه في مشكلة. طيب انا كده خلصت ودلوقتي بس ايه ممكن تعملوا سكان وتكتبوا ايه هي الليسونز ليرند من او الليسونز اللي انت شايف ان انت طلعت بيها من محاضره النهارده. خليني ارجع اعمل شير ل ده. شكرا استاذ محمد.
على هذا العرض الرائع وهذا الحضور المتميز، يعني إذا انتمي أن أسمي الحضور الذكي بالمساس بالعقول والأذهان والقلوب، وعرض سلس جدا. أنا شخصيا وإن كنت بعيد عن المجال استمتعت به جدا، مش بعيد عن المجال أول لكن نشرب بك في هذه الإطلالة الأولى عبر نوافذ الجمعية، وإن شاء الله يعني نأخذ وعد منك على الهواء أنها لن تكون الأخيرة، بل سيكون لنا تنسيق وترتيب. شرفني أكيد، يعني أكيد كما هو قادم الحضور المتميز. الطبيعي نبدأ نفتح مجال الأسئلة، نبدأ طبعا بالمهندس محمد العربي أحد فرسان هذه المبادرة وهذه الجمعية. مهندس محمد، أهلا وسهلا بكم جميعا والمستشار محمد خليفة. أنا استمتعت جدا بهذه المحاضرة القيمة، وأشكر حضرتك وجودك معنا في الجمعية. هو عندي سؤالين. السؤال الأولاني هو إنه الطريقة المعتادة اللي حضرتك ذكرتها اللي ليها علاقة بإن إحنا بنروح نقول process و tool و technology و reporting و governance إلى آخره، وبعد كده احنا الطريقه دي اصبحت مش مودرن، وحضرتك اتجهت ان الموضوع يتشاف من وجهه نظر الفاليو والبنفيت والسيرفيس. طيب ايه المشكله؟ ده السؤال الاولاني. ايه المشكله في ان انا بكون عارف نتيجه خبرات طويله مثلا من 10 15 سنه او اقل شويه في مجال البي ام او، ان انا ببقى عارف ان البي ام او محتاج basic functions أو features اللي هو ما حضرتك ذكرتهم في traditional، وإن أنا ببني على أساسهم ما بين process ما بين tool ما بين كذا إلى آخره. وبعد كده بروح بعد ما عملت الاستابليشنج بروح في حالة الoperation، وبالتالي زي ما حضرتك تفضلت وقلت طيب خلينا نعمل قبل ما نروح service catalog خلينا نعمل portfolio على مستوى services، وبناء عليه عملنا حالة اختيار ايه السيرفيس اللي هي to be activated، وبناء عليه نيجي بقى للمشروع لموضوع المحاضرة بتاعت النهاردة ونقول طيب السيرفيس دي هنقدر نوظف لها ايه من الـ AI عشان نقدر to activate السيرفيس. يعني اقصد ايه؟ اقصد ان الطريقة المعتادة خلينا تروح معتادة ببيسك فانكشنز، وبعد كده نروح نقول السيرفيس بناء على اختيار بناء على بورتفوليو هنروح نفعل سيرفيس معينه، وخلونا نستفيد من وجود التكنولوجي والاي اي. ده سؤال. السؤال الثاني بعد اذنك، طب حضرتك اجاوب على السؤال ده الاول قبل ما انساه. طيب لا اتفضل سلامتك. معلش اعذرني بس الله يخليك. لا اتفضل سلامتك. اولا اشكر حضرتك. انا بقول ان ما قلناش ان البروسيس والتولز وكل ده ملهاش لازمه، لكن ما يكونش هو التركيز الاساسي عليها. ليه ما يكونش التركيز الاساسي عليها؟ لانها هي ادوات مساعده، يعني الميثودولوجي والبروسيس والتولز والامور دي كلها خلاص هي مانداتوري نال فاليو ايتم، يعني هي لازم تتعمل. لكن هل هي مثلا الفيتشرز او الحاجات دي كلها اللي هتتعمل في المنتج هي موجوده فيه؟ لا، امال هي ايه؟ هي مساعده، هي اساسيه. لكن انا دلوقتي تركيزي يكون على ايه؟ البي ام او بالذات، انا ما بتكلمش على 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 المشروع، تركيزي على ايه القيمه اللي هتتقدم من ورا الحاجات دي. ولان القيمه بتتغير من وقت للتاني، فانا النهارده محتاج اغير البروسيس من وقت للتاني. السيرفيس اللي عايزينها النهارده ما عادوش عايزينها بكره. فرضا ان انا النهارده خلينا نقول سكسس ستوري، انا عملت بروسيس لشركه والشركه والبروسيس اشتغلت في منتهى الجمال، وبعدين انا عمل لها اوتوميشن والناس دربتهم واشتغلوا رائع بشكل رائع، وكمان الجفرنس شغال بشكل مذهل. طيب وبعدين سنتين عملنا الكلام ده، وبعدين البي ام او يعمل ايه بقى؟ ده انا بقول لك على البيست سيناريو ان احنا نجحنا نجاح ساحق في هذا الموضوع، عملنا بروسيس عملنا تولز عملنا كذا عملنا كذا وقفنا على كده. حضرتك قلت كلمة حلوة، قلت أنا مش هقف على كده، أنا أثناء ما أنا قاعد شغال هقعد أعدل في السيرفيس. أنا كده معاك، أنت بدأت من نقطة معينة وماشي بنقطة تانية، أنا معاك إنك بتركز على الفاليو، بتركز على إيه اللي المؤسسة دي عايزة إيه. هل المؤسسة دي عايزة
لكل مشروع شارتر، ولا هي المؤسسه دي عايزه انها دلوقتي هتغرق لو ما حصلتش مثلا كوست اوبتمايزيشن في المشاريع؟ هي عايزه ايه بالظبط؟ هي بتنافس في السوق، ولا يعني في اكتر من حاجه بتخلي البي ام او اونلاين مع الاستراتيجيه الخاصه بالمؤسسه؟ لكن انا النهارده لما اكون منفصل تماما عنها والسيرفيس اللي انا بقدمها هي ليها علاقه فقط بالبروسيس والامور دي كلها، قد لا يؤدي هذا الى ان المؤسسه تقول البي ام او يكمل معايا اكتر من سنتين، يمكن سنتين ويقفل على كده خلاص، مش عايزين منك حاجه. دربت الناس، ادربتهم، اديتهم بروسيس، اديتهم بروسيس، اديتهم سوفت وير، اديتهم سوفت وير. طيب وبعدين قاعد تعمل ايه؟ قاعد تعمل، لازم يكون في حاجه تعمل. طيب ايه الحاجه اللي هتتعمل؟ انا عايز النهارده ما حدش يقول لي ده بتوع مشاريع يا اخي والله كلهم بس بروسيس وخد ورق واملى ورق ويقول لك لازم تمشي على كذا. ماشي انا همشي، بس دي لازم اعتبر انها يعني حاجه لازم اعملها، اداه من الادوات، وليس انا ما بعملش بروسيس لغرض البروسيس. انا مش عايز اعمل بروسيس لغرض البروسيس. هو انا النهارده جيت اشرح علشان غرض الشرح؟ لا. امال ايه اللي انت عايز توصله؟ انا عايز اوصل قيمه. القيمه دي وصلت؟ طيب ما انت ماشي على بروسيس يا محمد من الاول، ما انت فتحت الزوم وعملت كذا. ايوه بس مش هي دي اساسيه لابد منها، لكن ليست هي الغرض. يعني انا لو قعدت فتحت السلايد وقعدت اقراهم كده خلاص خلصت البروسيس. فانا لازم افهم معنى البروسيس، افهم معنى ليه انا حاطط سلايد قدام الناس. طب هل السلايد دي احسن ولا شرح انا احسن؟ منافسه اهو، يعني نعمل ايه؟ طيب فدي الامر. فانا اشكر حضرتك على انك ذكرت الموضوع ده. ابدا مطرح ما تبدا، بس اعلم تماما انك لازم تكون اجايل ولازم تزود سيرفيس. في سيرفيسز على فكره، مثلا في سيرفيسز عاملينها هنا اسمها تاسك فورس. ايه تاسك فورس ده؟ البي ام او بيروح يشوف اي مشروع متعثر، عندنا كده ايه فريق كده زي 3 ساعات بتاع اسمه ايه ده، يطلع يجري كروس فانكشن تيم، يروح على المشروع ده يشوفوا ايه الموضوع، بيعملوا زي مانجمنت باي اكسبشن، بيروحوا ماسكين الموضوع مخلصينه ومعديينه، ويبدا بعد كده يستلم تاني مدير المشروع. ده اسمه كروس فانكشن تيم، ده مسمينا تاسك فورس. عامل زي مرشدين قناه السويس كده، ماخره جايه وعايز تعدي القناه، هم عارفين ازاي يعدوها القناه، الحته دي هم عارفينها كويس، نروح مجمعين الناس اللي تعرف تعديهم القناه دي يعدوها من الناحيه الثانيه، عدت الناحيه الثانيه توكل على الله مع السلامه. دي مش موجوده في اي بروسيس، او ممكن تكون موجوده لكنها سيرفيس احنا مقدمها، ولها سيرفيس اونر، ولها طريقه، ولها نظام، ولها ازاي تطلبها، والجفرنس بتاعها، والكي بي ايز، ونسال الناس بعد كده هتتحلت المشكله ولا لا، ونروح احنا نعرض في قدام البورد بدل المدير المشروع. يعني خلاص احنا تولينا الموضوع لغايه ما نخلصه، مشاكل مع المقاول ده مثلا خدمه من الخدمات. لكن البروسيس نفسها والتولز والامور دي كلها هي اساسيه، لكنها في خلينا نقول ايه، في النظام السفلي للموضوع، يعني هي بتدعم من تحت ولكن ليست هي الهدف الاساسي. بس يعني انا حبيت اوضح لحضرتك، ارجو ان انا ما اكونش طولت في الاجابه، او اكون يعني ما جاوبتش الاجابه بشكل صحيح زي ما حضرتك توقعته. سؤال رائع، والتعامل معه اروع. وافط المهندس محمد الحركان كان رفع ايده، وما اعرفش هل في عطل منعه. لا تفضل، كان سؤال ثاني اعتقد. المهندس محمد الحركان. لا المهندس محمد، السلام عليكم. طب استاذنك مهندس محمد، بس نكمل المهندس محمد العربي ونعود اليك. ماشي يا فندم، خليك معايا. المهندس محمد العربي، اكمل سؤالك الثاني. طيب السؤال الثاني هو، لما بتكون التولز المتاحه على مستوى الاي اي، في منها اشياء ماتشور واشياء غير ماتشور حسب ما قدرت افهم يعني. طب ليه ما يكونش العمليه العكسيه، بمعنى ان انا اقدر ان انا اعمل كان سورتنج للاشياء المور ماتشور، ويبدا ان ننصح الناس بان هي تروح في هذا الاتجاه لغايه ما الاذر تولز تكون عندها انف ماتشوريتي، فاحنا بنبدا بالادوات اللي هي مور ماتشور. هل الكلام ده ينصح بيه؟ بس هو ده سؤالي. شكرا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك. طبعا ينصح بيه طبعا، وده الغرض من التجمعات اللي موجوده مثلا في لينكد ان وغيره وغيره. ادخلوا يا جماعه شوفوها،
جارتنر كمان بتطلع بعض الإحصائيات، بس يعني في إحصائيات أحسن من جارتنر، لأن جارتنر بتكلم عن بيئة معينة بنظام معين، لكن إذا في ناس جربت جربوا اعملوا زي جروب كده كبير، أو فيها تلاقوا جروبات على لينكد إن وغيره، والجروب بتاع حضراتكم ده يعني القيم والمعتبر، تقدروا تقولوا تقولوا والله يا جماعة ده احنا جربنا ده وجربنا ده، ده اشتغل وده ما اشتغلش، ده قالوا ان احنا AI وكده بس لما جربناه لقينا ولا AI ولا حاجة، ده شوية كلام فارغ ما ينفعوش، ده والله لا عندهم داتابيس كبيرة جماعة دول، يعني مثلا عندهم كل مشاكل الكونستراكشن في السعودية مثلا محطوطة في اريا معينة وكذا، ممكن ان احنا نعمل اكسس، يعني نحاول ان احنا نستكشف. صح، انا مع حضرتك 100% ان دلوقتي عاملة زي هوجة الانترنت في الاول، لما كان واحد يقولك عارف ده الويب سايت ده عليه تفسير قرآن، ده عايز تسمع الشيخ الفلاني يروح للحتة الفلانية كده، يعني كانت الاول العملية يعني شوية يعني ايه يعني ماشي على قدها كده، فكان الواحد دايما يسمع لنصايح الناس التانية، هذا خد سوفت وير ده بينزل اسرع داونلود اللي مش عارف الحاجات اللي زي كده، يعني تقريبا احنا التاريخ بعيد نفسه مرة تانية. شكرا لسؤال حضرتك. شكرا. ناخد مهندس محمد حركان. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مشونسين على المحاضرة الرائعة، واللي بصراحة نقلتنا نقلة في السحاب يعني كلاود فوق، وخلت إحساسنا بالجاب اللي ما بين الريال وورلد في الممارسات اللي احنا فيها وما بين ما يجب أن نكون عليه واللي العالم بيتكلم بيه. فسؤالي لحضرتك بخصوص يعني نصايح جايدنز محرك في مرحلة الترانزيشن بيريود لناس شغالين تراديشنال تماما وفي قناعة عند التوب مانجمنت وما عندهمش مشكلة وما فيش ريزيستنس، لكن هاو تو ستارت، يعني هل نجيب اكسبيرت خارجي نعمل له ريكوزيشن او من قسم الاي تي داخل الاورجانيزيشن ويبقى ينجج اكتر مع انا بتكلم في مجال الكونستراكشن تحديدا الامور كومبلكس، فلو في عند حضرتك ممارسات شفتها يعني تنصحنا بيها. انا هقول لك على اللي عندي. انا صراحه لو انا دخلت في اي مجال، لو قالوا لي تعالى النهارده اعمل مكتب اداره مشاريع في اي مكان، انا عارف الميثودولوجي اللي همشي عليها اللي هي اللي انا بستخدمها اي جي بي ام او، فدي هستخدمها اوكي، لكن هجيب معايا واحد AI صراحه، كونسلتنت، واحد يشتغل معايا يدرب البي ام او ده على الشغل اللي هنعمله، يعني يكون بيفهم وعلمه بالظبط هو المفروض بنعمل ايه، لان انا صراحه اعرف اعلم واحد بيشتغل AI اعلمه اداره مشاريع واعلمه بي ام او، لكن العكس صعب، انا ما اعرفش اتعلمه صراحه او اتعلمه. انا مثلا بتعلمه ازاي؟ بتعلم اللي يسلكني، يعني مثلا دخلت على كورسيرا خدت لي كام كورس، على شويه من اليوتيوب، على شويه من واحد طبعا يعني انا صحيح يعني سن كبير، لكن انا عندي مستشارين صغيرين يعني لسه خريجين وكده، منهم واحد يعني في الاي اي وبتقعد معاه بالساعات يشرح لي انا كنت انا يعني انا هو الكوتش بتاعي في الاي اي يعني، وفي ناس كوتش الثانيه في الماشين ليرنينج، في كوتش الثاني ليا في فانا بتعلم. فانا اقصد اقول ايه؟ اقصد اقول انك انت لو لقيت مثلا، لو انت عارف الشغل بتاعك كويس جدا، انت محتاج حد بس يعرفك ايه الامكانيات اللي موجوده، وده انت محتاج له سيرش، وبرده مفيش مانع انك تاخد لك دوره ولا اتنين على كورسيرا في حاجات كده، يعني مش عارف خدت دوره مش عارف والله ما فاكر ايه اي فور دامز حاجه كده يعني مؤاخذه يعني، فانا خدت الدوره دي وخدت شويه حاجات كده معاها يعني تسلكني يعني، بس ما تخلينيش محترف، بس تخليني لما اعرف اتكلم مع واحد اعرف امكانياتي ايه. يعني حتى امبارح اتصلت بالاخ اللي هو بتاع الاي اي ده، قلت له معلش انا عايز اسالك على كام سؤال كده، بس تقول لي بامانه يعني ده خيال علمي ولا ده بيتحقق فعلا، وتقول لي امثله عليها. فبدات ان انا اعمل فاليديشن معاه. فانت محتاج تعمل فاليديشن ومحتاج تدخل في الكوميونيتيز اللي بيتكلموا في الموضوع ده. اللي حضر مؤتمر دبي الاخير اللي هو بتاع اداره المشاريع، واحد كان انا ما حضرتوش الحقيقه، بس واحد جه قال لي 90% من المحاضرات كان على الاي اي في البروجكت مانجمنت. ده مثلا يعني مكان كويس الواحد مثلا يروحه ويتعرف على الناس ويتعرف على اللي يحتك بيهم، وانت عملت ايه في ده وانت عملت ايه في ده، والعالم صغير ما تفتكرش. انا حضرت الحمد لله يعني اتكلمت وحضرت مؤتمرات كتير جدا
فبحس ساعتها ان نفس المشاكل مديرين مشاريع في امريكا وكندا واوروبا نفس بس باختلاف. فانا انصحك انك انت تتعلم الاول تعرف الاساسيات وبعدين تتكلم مع ناس خاصه اي وتقول لهم ده عندي اعمل فيه ايه، ده عندي أعمل. بعدين بعد كده قرر بقى اذا انت عايز تجيب مستشار يشتغل القصه دي كلها، اذا انت عايز تجيب شباب صغيرين معاك في الاي اي وهم يعني تختار معاهم السيستم اللي هتشتغلوا بيه وهم يشتغلوا لك بيه وهكذا، يبقى ممتاز جدا. شكرا باشمهندس. ناخد المهندس محمد عبده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا شاكر جدا لجمعيه المهندسين المصريين في السعوديه طبعا انهم شرفونا بوجود حضرتك معانا، وانا داخل بس عشان اسلم على حضرتك واشكر حضرتك على المحاضره الجميله. الله يخليك، انا شهادتك فيها مجروحه عشان انت حبيبي من زمان، لكن طبعا الله يكرمك الله يكرمك ويبارك فيك دكتور، وان شاء الله دايما باذن الله موجود معانا كده ومنورنا دايما يا دكتور. الله يخليك، تسلم تسلم. ثاني شكرا جزيلا لاداره الجمعيه. شكرا مهندس محمد، شكرا لك، واحنا بنسعد بالقامات الكبيره اللي بتشاركنا تقديم محاضرتنا، وبنسعد بالحضور الكرام والقامات الكبيره ايضا التي تثري لقاءاتنا بمداخلاتها وحضورها الزكي يعني. جزاكم الله خيرا ونفع بكم يا رب. جزاكم الله. طب تأذن لي مهندس محمد ناخد المهندس سامح جلال. طبعا سامح جلال رئيس لجنه الالكترونيه في الجمعيه واحد الشركاء الاساسيين في هذه المبادره، ف بالتخصص اكيد عنده مداخله. مهندس سامح تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. طبعا انا مستمتع جدا طبعا بالغزير المعلومات اللي سيادتك افضتها علينا، بس اثار انتباهي نقطه حضرتك ذكرتها في وسط الحديث، ان زميل سيادتك المهندس احمد اللي من 10 سنين كان بيحاول اناليسز منظومه اداره المشاريع ويبقى يقدر يحلل موضوع المشروع ومراحله ومين الافضل والتاسك والى ذلك، وزي ما سيادتك تفضلت ذكرت انه بدا من 2010 او 2011 المنظومه دي، وسيادتك كنت طبعا بتديله التوفيق ساعتها. فطبعا هو في حين ان هو بدا من هذا التاريخ، فده طبعا شيء يسرينا ان احنا نستمتع ان في ناس عندها الفكر ده من قديمه. بس الاثار انتباهي ان شخص بهذا الفكر من 10 سنين وهو بيسعى في المنظومه دي طبعا وصل الى مرحله كويسه جدا. لو اتبعنا منظوم الهندسه العكسيه اللي هو بما تواصل اليه العلم الحين من الاي اي في الخدمات، هل هو تكامل مع الادوات الحديثه ولا هو انغلق على نفسه فيما وصل اليه؟ يعني انا عاوز اعرف نتيجه الشخص اللي كان تفكيره ايجابي. انا يعني احب اجاوب على السؤال ده، لكن انا صراحه ما عنديش معلومه حاليا عن هذا الموضوع، لكن انا ممكن اتواصل معاه وعن طريق جروب مثلا او كده، او بقول لك مثلا على وصل لغايه فين في الاخير. هو كان بيعتمد على البيزنس انتليجنس وعلى مايكروسوفت تكنولوجي تانية والله ما انا فاكر اسمها ايه، باور بي اي وبزنس انتليجنس وباور بي اي. هو كان يستخدم مايكروسوفت تكنولوجيز بيور يعني، لكن طبعا دلوقتي انا اعتقد ان الامور فتحت معاه كتير. ليه؟ لان مايكروسوفت هي اللي بتدعم الاوبن اي اي، يعني هي اللي دفعت له الفلوس دي كلها، وهي دلوقتي بتقول له تعالى بقى هاتها لي المنتجات تاني. فهو انا اعتقد الارتداد ده ان مايكروسوفت هتاخد كتير من حاجات الاوبن اي اي لمنتجاتها، هتخلي البرودكت بتاعه فعلا يبقى يحقق فيه اللي هو كان بيتمنى زمان. المعلومه دي مش عندي دلوقتي، لكن ان شاء الله اول ما تبقى عندي هبعتها لك باذن الله. هبعتها يعني نسعد عشان ممكن يكون اد اونز دلوقتي في مايكروسوفت ولا حاجه ممكن هو خد جوائز، افتكر قال لي انا خدت جائزه من مايكروسوفت احسن برنامج مش عارف ايه شغال على البيزنس انتليجنس والامور دي كلها. يعني طبعا من بعيد لبعيد كده احيانا على حسب. هو اسمه ايه يا فندم عشان بس يبقى نفيد الزملاء؟ اسمه احمد صلاح تقريبا. ابعت لك الاسم كان بتاعه. تمام. شكرا مهندس محمد. ناخد دكتور ابراهيم عطيه. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك، انا مش عاوز اطول على سعادتك. الله يبارك فيك وجزاكم الله بخير. هو الاثار السلبيه والايجابيه على استخدام الذكاء الاصطناعي على الوظيفه في المستقبل، في حاجات هتنقها وفي حاجات هتنقرض والكلام ده كله، فانت رؤيتك ايه بالنسبه للاثار السلبيه مقارنه بالايجابيه؟
والله هي عاملة زي الثورة الصناعية لما حطوا المكن، العمال قالوا المكن ده هيقطع عيشنا يعني. لكن المكن في الآخر اشتغل والعمال اشتغلوا في المصانع. فدلوقتي جه الدور على أصحاب الياقات البيضاء. في نوعين من الناس ما تخافش عليهم. نوع اللي هو في الإدارة العليا والناس الإداريين يعني على مستوى عالي شوية، أو الناس على مستوى عالي شوية، والناس اللي منخفضين خالص اللي هو يعني بيشتغل أي حاجة، دول ما تخافش عليهم. ليه؟ لأن دول عندهم flexibility. يعني مثلا اللي في المستوى المنخفض ده خالص لو هو كان شغال مثلا بيحصل بيعد عدد الناس اللي عندك في الموقع، وبعدين احنا قلنا له يا عم ولا تعد الناس ولا بتاع، احنا عندنا كاميرات دلوقتي بتجيب الناس وبتعمل فيس ريكوجنيشن وبنعرف بالظبط مين اللي جه ومين اللي ما جاش وكل الامور دي كلها، مش محتاجينك في حاجه. بس يعني مثلا يعني ده هيروح شاري له موتوسيكل ويشتغل في طلبات، يوصل طلبات عادي ما عندوش مشكله. هيشتغل في مطعم، هيشتغل في كذا، ما تخافش عليه ده. وكمان التوب مانجمنت دول والناس اللي هم في المانجيريال ليفل ما تخافش عليهم، لان دول ممكن يتنقلوا من شركه لشركه. دايما المشكله في اللي في النص دول، اللي هو يقول لك انا بتاع كذا، انا مهندس كذا، او انا محاسب كذا، او انا ده مشكلته. مشكله ليه؟ لان احيانا ما يكونش عنده فليكسيبيليتي. انا النهارده بقول لك في تكنولوجيا جايه، انا عملت يمكن مهارات المستقبل من 4-5 سنين مش متذكر، موجود على اليوتيوب. يا جماعه في تكنولوجيا جايه وفي وظائف جايه جديده، وفي وظائف بيقولوا في سنه 2030 85% من الوظائف اللي هتكون موجوده فيها مش لسه لم يتم اختراعها. الكلام ده كنت بكلم عليه من 3 سنين، بقول يا جماعه سنه 2030 ده مش احصائيه من عندنا، في 85% من الوظائف لم يتم اختراعها بعد. عملت البرزنتيشن بتاعت مهارات المستقبل في المانيا، في امريكا، في اسماعيليه، في القاهره، 4 اماكن. فهنا بنقول ايه؟ بنقولش نقص الخطر، بنقول ان احنا لازم نتعلم على الجديد. يعني مثلا انا شغلتي ككونسلتنت مهدده. مهدده ليه؟ ما هو يا عم اللي خلى يعمل ده يخليه يعمل ده. يعني هو دلوقتي لما يفكر، يعني انا دلوقتي اصبح مثلا خلينا نقول دراسه جدوى مثلا، يعني طب ما انا دلوقتي لو علمت دراسات الجدوى اللي عندي كلها مثلا شركه زي ارنست يانج ولا كي بي ام جي ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لما يعلموا كل دراسات الجدوى اللي عندهم واحد يقول السلام عليكم انا عندي دراسه جدوى كذا، ما هيطلع لهم الدراسه الجدوى دي فيها ايه اصلا؟ ما هم حاطين له كل التشريعات وكل القوانين وكل الدنيا وكل الترند واللي هيحصل في العالم واللي هيجرى واللي هيعمل واللي هيسوي. يبقى هم النهارده لما يجي يعملوا دراسه جدوى ممكن تطلع في ما فيش، يعني عدد قليل جدا من الايام. ويحسب بقى ويطلع الامور القانونيه والماركتنج انت كده مهدد. انا كمحاضر مهدد ليه؟ النهارده اصبح كمان ممكن اي واحد عايز اي كونتنت في الدنيا يدرسه يقدر يدخل على AI يقول له اعمل لي كونتنت مخصوص عشان انا. طب وانت عندك ايه؟ انا عندي كذا كذا وكذا وعايز اوصل كذا وكذا وكذا، يعني كونتنت ظبطه لو هو اصلا عن طريق حاجه تانية. فاصبح كل الناس اصبحت لو انت سبت خيالك للانفتاح ده هتلاقي تتخيل ممكن كل حاجه تحصل. طيب انا اعمل ايه؟ انا النهارده اخد بالي، ابقى انا الماستر، ابقى انا سابقه بايه؟ سابقه بحاجات هو ما يعرفش يعملها. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الايموشنال انتليجنس ما يعرفش يعمله، الكالتشر دايفيرسيتي ما يعرفش يعملها، الديسيجن ميكنج الناس تخاف منه حتى الان. انا اعرف ناس شغاله في البنوك في الاي اي ما حدش بياخد بينهم قرار بالاي اي، لازم يرجع على شخص تاني عشان ياخد قرار. ليه؟ لانها فيها نوع من الاكاونتابيليتي ونوع من الليابيليتي. انا النهارده انا اللي بوقع، ما اقدرش اخلي الاي اي يوقع. ان ازاي؟ انا النهارده بشوف بعيني وبقول حاجات هو ما يعرفش يشوفها، انا عندي احساس هو مش عنده، انا عارف ايه اللي هيحصل. فعندي انا حاجات مهارات كتيره جدا اللي هي بيسميها سوفت سكيلز مش موجوده عنده ولا موجوده عنده اللي في الـ في الـ في الـ في العقد الحالي ولا اللي بعده العقد الحالي او اللي بعده، يمكن بعد كده يبقى عنده سنس. فعنده كمان الكومن سنس، الكومن سنس برضو عندي مش عنده، خبراتي الهندسيه المعلوماتيه المحاسبيه القانونيه اللي انا بشوفه حواليا برضو مش عارف. ففي حاجات انا اريا اقدر ان انا اسيطر فيه عليها، ما خلوش يسيطر عليا خالص. وهي مش حرب، هي فعلا انا حاسس ان انا مركب تيربو من بعد ما شفت الاي اي، وانا حاسس ان انا معايا تيربو شغال. يعني الحاجه اللي كانت تاخد مني ساعتين يوم كامل مثلا خلاص بقيت شغال واروح اعمل اي حاجه وارجع تاني اللي خلص في 5 دقايق واكمل.
فلكن يعني مثلا الناس اللي هي بيحسبوا الكميات والامور دي كلها، طب ما ليه اي يحسب الكميات؟ يديله الديزاينز والامور دي كلها والحاجات دي يحسب الكميات. طب لا ده صار ببعت لناس ويبعتوا لي عروض اسعار، طب ما هيبعت للناس هو يبعت عروض اسعار، وانت الناس اللي انت خلقتهم يعني ما هم الناس موجودين اصلا في الداتابيز وهو عارفهم وقاري الايميلات بتاعتهم واحد واحد. فهو يقدر يعمل الشغلانه. طب انا اعمل انا ايه؟ لا انت تتعلم بقى، تاخد خطوه اهد. يعني ايه؟ يعني اشوف التكنولوجيا اللي بيشتغل بيها القصه دي وابدا ان انا اشتغل عليها انا كمان، بيشتغل بيم ابقى انا احسن منه، اشتغل مش عارف ايه انا احسن منه، انا مسيطر عليه مش هو مسيطر عليا، انا مش عايز اجري ورا المكنه انا عايز ادير المكنه. هو ده اللي مش هيتغير، لكن بقيه الحاجات طبعا الله اعلم. شكرا يا دكتور وبارك الله في عمرك. رب شكرا مهندس، مش لن نطول كثيرا، نعرف نعلم ان الوقت قد شارف، لكن في سؤالين للمهندس احمد رجب. السلام عليكم. سعداء جدا بالمحاضره الجميله يا دكتور. الله يخليك. كان عندي سؤالين. اتفضل. اول حاجه زي ما حضرتك اكيد ان لما الثوره الصناعيه حصلت في وظائف انتهت ووظائف تانية جديده، والتعليم كله كان قائم على الموضوع ده، بس الوظائف اللي اتولدت كانت اكتر من الوظائف اللي اتفقدت، وكان في تعليم، يعني كان الموضوع سهل في التعليم. احنا دلوقتي في الاي اي بصراحه انك انت مش عارف ايه، يعني انا عن نفسي مش عارف ايه المطلوب في المستقبل، ما حدش عارف ايه الوظائف المطلوبه، ولا إيه. وواضح كمان في ضبابيه حول التعليم المطلوب، يعني كل الاجيال اللي بتتعلم لغايه دلوقتي بتتعلم تعليم الثوره الصناعيه، ما فيش حد اتعلم يعني المستقبل هيبقى ايه وايه الوظائف المطلوبه وايه التعليم المطلوب ليها، خصوصا زي ما حضرتك قلت ان جوجل مشكلتها الوحيده دلوقتي ان شات جي بي تي خلاص خلص الموضوع، بقى له 4-5 سنين بيشتغل عليه وهم لسه بيفكروا يشتغلوا دلوقتي، فسبقوا خطوه فوقعوا. فأي دونت نو في المستقبل احنا كمديرين مشاريع ايه المطلوب نتعلمه من دلوقتي بحيث ان احنا نلحق نفسنا في الثوره الجايه؟ دي اول سؤال. اوكي انت عم طب اجاوب على السؤال الاولاني، اسمع ساعات ما بركزش لما يكون اكتر من سؤال، انا اسف. السؤال الاولاني فكره انك انت عايز تتعلم التكنولوجيا بقى، في التكنولوجيا ليها يعني انا بتعلم اللي يفيدني فيه، يعني انا مش محتاج من الغساله غير اتعلم ازاي اشغلها على برنامج يغسل لي هدومي خلاص، بس مش محتاج اكتر من كده حاجه. فانت النهارده مش محتاج انك توصل ان ديبث في الاي اي والماشين ليرنينج وبتاع، انا بس بشرح لك الموضوع ماشي ازاي علشان لو حد يعني لو حبيت تعرف بس الموضوع ماشي ازاي، لكن انت لازم تعرف اللي يفيدك في الموضوع. طيب وانا اعرف اللي يفيدني في الموضوع ازاي؟ ده عن طريق انك انت تتابع ايه اللي بيحصل في العالم. ودي بقى طب انا اتابع ازاي ايه اللي بيحصل في العالم؟ اللي بيحصل في العالم موجود في كل حته، موجود في لينكد ان، موجود في جارنر، موجود في كل حته، في الدوريات الهندسيه اللي هي ممكن تكون انت تشترك فيها سواء هي مجانيه او غير مجانيه، لان تستاهل تستاهل. دايما عندنا دورات تدريبيه متاخره شويه، يعني مثلا عقبال ما يلا ها تعمل يكون السكيل دي خلاص، يعني لازم انك انت برضو الدورات التدريبيه والامور دي كلها اللي هي الحديثه تعرفها. الدوريات انا بصراحه يعني انا عن نفسي انا بعرف استنبط ايه اللي ممكن يعني اظبط فيه عشان المستقبل من الاحتكاك مع ناس يعني في المجال بتاعي سواء سبقوني او معايا او في اماكن اخرى مختلفه في العالم، يمكن قدرا لان تعرفت عليهم في البي ام اي وفي الكوميونتي بتاع بي ام اي على مستوى جلوبال، يعني جلوبال بي ام اي، فتعرفت عليهم. فبقيت كل مره حتى كنت اقول لهم يا جماعه انا بحس بالاكسجين مرتين في السنه، الاكسجين بتاع اداره مشاريع مره في المؤتمرات بتاع نورث امريكا ومره تانية في مؤتمرات المينا، ان انا بروح هناك بقعد مع الناس بشوف التوجهات اللي بيحصل اللي بيجرى. انت حتى لو تابعت الحاجات دي اونلاين هتعرف هم رايحين فين. التوقعات يعني مثلا لما جيت اتكلمت عن مهارات المستقبل من 3-4 سنين وانا كنت بنجم، لا انا رحت لقيت في حاجه اسمها Future Institute of the Future حاجه كده، لقيت هو اللي كاتب الكلام ده مش انا اللي كاتبه، وجاب احصائيات، فقلت يا جماعه خدوا بالكم ده في واحد كذا 2-3-4، رحت الله ايه 2-3-4 هو الناس كده وبس، لا خلينا نروح نقرا في ده كذا 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 كذا، يبقى ده كذا يعمل ايه، ده يعمل ايه وده يعمل ايه، والبلوك تشين هيعمل ايه وده هيعمل ايه، والتكنولوجيا تعمل ايه، وقعدت ادور في كورسيرا وقعدت. فانت علشان تتوقع المستقبل لازم تشوف الناس اللي سبقتنا فيه او الناس رايحه فين. دي اول حاجه، دايما تكون منفتح على الاخرين في الموضوع ده.
وتسأل وتشوف ايه اللي بيحصل والامور دي كلها، وبعدين تبدا انك انت تشوف الكارير بتاعك. خد بالك بقى، عايز اقول لك على حاجه، خد يبقى مني حصري، الفتره الجايه مش فتره انت وظيفتك ايه وجوب ديسكريبشن، امال وظيفه ايه، امال انت الفتره الجايه فتره ايه، فتره انت بتعرف تعمل ايه. يعني ايه؟ يعني كل واحد هيبقى منفرد بمهاراته. يعني ازاي؟ ايوه، الامور اتشعبت زياده عن اللزوم، اتشعبت كتير 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 قوي، فاصبح دلوقتي مهارات الشخص ونقاط قوته هي السي في بتاعته، هي السي في بتاعته. طب الكلام ده مش مفهوم، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت تشوف الشركه عايزه ايه وتظبط نفسك عليها، مهاراتك تبقى عليها، او تشوف انت عايز توصل لايه في السوق ده ومهاراتك تتظبط عليه. يعني طب انا دلوقتي يعني في حاجات انا ما اعرفهاش، ايوه يعني ايه اللي مطلوب عشان تعرفها؟ تتعلمها. طب تتعلمها، تعلمها منين؟ موجوده في كل حته، تتعلمها منين؟ ايه موجوده على الانترنت، موجوده في الـ في الـ في الـ في الاوبن اي اي، موجوده في كل حته، اتعلمها. الله، يعني معنى كده ان انا ممكن ابقى كاستمايزد لحاجه معينه. انا عايز ابقى كاستمايزد لشغلانه معينه، بس هي كده انا احسن واحد في العالم يعملها، احسن واحد في العالم يعملها، ودي ليها مستقبل، ودي ليها كذا، ودي انا هعملها، ده السوق عايزها. فاصبحت فكره لا لا معلش انا اسف انا دي انا مش لا دي ما عادتش تنفع. اي حاجه تقدر تتعلمها وتنفذها وتقدم ده تفضل بيه. ده السؤال الاولاني، ما اعرفش التاني بقى دكتور. الحاجة التانية بخصوص موضوع استخدام الاي اي خصوصا في موضوع الكونستراكشن، احنا بيقابلنا مشكلة كبيرة موضوع الليسيو ليرند. اظن في الوطن العربي كله هيبقى الموضوع متأخر عن العالم كله، يعني احنا لا عندنا موضوع البيم، تكنولوجيا البيم متأخرة عشان تقدر تاخد داتا زي اوروبا او بريطانيا، ونفس الوقت الليسيو ليرند مش موجودة، فعشان تعلم الماشين ليرنينج اظن ان احنا في الموضوع ده هنبقى متأخرين. هل في فكرة ان احنا نكون نسبة أو نعوض اللي بيحصل ده ما أو طريقة للبداية؟ بص، هي الفكرة فين؟ الفكرة إمتى الحاجات تبقى أسرع؟ لما الناس تتحالف مع بعض، لما الناس تحط كل تجاربها مع بعض في أماكن معينة، لما يكون في تعاون مع بعض يقدر إن هم يطلعوا داتا كبيرة تطلع منها lessons learned. خد بالك، هو هيطلع lessons learned، بس أنت عايز تحط له داتا صح، هو هيطلعها في الآخر. يعني أنت مش لازم تطلع، هو ممكن يطلعها، بس أنت تحط له داتا صح وقول له أنا بفكر إزاي في lessons learned، وعلمه ازاي بتعملها وهو يظبطها. بس هي فكره فين؟ الفكره في ان الداتا عندنا سكاترد، اللي على الايميلات واللي مش عارف ايه. في بعض الشركات شغاله عندهم سيستم، في 20 شركه، في قدامهم كل شركه عندها سيستم، يمكن 20 ولا 100 شركه قدامها ما عندهاش سيستم اصلا، شغالين على الاكسل وعلى الوورد وعلى مش عارف ايه وعلى الامور دي كلها، على الباوربوينت برزنتيشن وعلى جذوع النخل وجلود فده طبعا محتاج كله تنظيم. بس هي الفكره فين؟ الفكره لما بنتكلم النهارده ان احنا نبدا النهارده، يعني كان افضل نبدا من 10 سنين، بس خلاص هنعمل ايه؟ افضل تاني وقت نبدا فيه النهارده. طب ابدا النهارده اعمل ايه؟ على الاقل نظم الداتا، على الاقل تبقى الداتا ستراكشرد، بحيث ان لما طب هنعمل داتا ستراكشرد يعني اجيبها ازاي دي ولا اعمل ايه؟ يعني شوف حتى السيستمز بتاعت اداره المشاريع اللي عندك، سجل الحاجات دي، سجل ايه اللي حصل في كل مشروع، ايه البرفورمانس، ايه اللي كذا، ايه اللي كذا، بحيث انها تفيدك في الاخر. يعني شوف ايه المشكله عايز تحلها، بحيث ما يكون في غير هيجي يركب معاك داتا يشتغل عليه. يعني سبحان الله هنعمل ايه، هو ده الوضع. يعني شكرا باشمهندس. ناخد المهندس احمد صلاح ابراهيم. مهندس احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندسنا الكبير؟ ازيك الحمد لله. حضرتك اولا شكرا لحضرتك ومحاضره ممتعه وشرفنا بيك في الجمعيه. السؤال الثاني، هل ممكن يبقى دور اداره المشاريع مع الاي اي بعد كده ان احنا نبقى يعني البي ام او يبقى بيمونيتور هل هو فعلا في تحيز، هل هو منحرف عن الكالتشر بتاعتنا، هل ان احنا نعمل له الاينمنت للي احنا عايزينه يروح او البرفورمانس اللي احنا عايزينه يعمله؟ يعني هل ممكن يبقى البي ام او دوره بعد كده ان هو يبقى جوفرنس عليه؟
هو طبعا ده احد الادوار اللي هيقوم بيها، بس انا ما بقولش ان الاي اي هيشيل البي ام او بالكامل واحنا بس هنبقى بننظر عليه، لا احنا صحيح لازم ناخد القرارات، لان لازم هو في الاخير بيساعدك مش اكتر من كده حاجه، هو بيساعدك بس بقى بيساعد بنسبه كبيره ازاي، مش نسبه قليله زي زمان. وبعدين بدا اذا هو يفكر ويطلع افكار، يعني يطلع حلول، يطلع الباترن، يعني يفهم انت ايه ويطلع الباترن ده. فهنا انا ممكن يساعدني، وان انا كمان لازم ان انا لو هو متحيز لحاجه معينه وهو حس الموضوع ده لازم اعرف ان الالجوريزم ده فيه مشكله ولازم تتصلح والا هيعمل لنا مشاكل. زي مثلا واحد برضو صديقي ده الاخ اللي كنت بقول لك عليه انا كلمته ده بتاع الاي اي، قال لي مثلا احنا في البنك بنيجي نسال مثلا بنشوف كده الاي اي بيقعد يدور العميل ده عنده عربيه ولا لا، العميل ده عنده مش عارف ايه ولا لا، عنده وظيفه، عنده مش عارف ايه، طب العميل ده بيسدد، طب العملاء اللي في الكاتيجوري ده بيسددوا ولا ما بيسددوش، الا هم عندهم نفس الصفات دي، لما يجي عميل يجي يطلب قرض ولا حاجه هو الاي اي بيروح يدور على نفس العملاء اللي عندهم نفس صفات الشخص ده في نفس المكان اللي هم ساكنين فيه في نفس الوظيفه بتاعته في نفس كذا، بيسددوا ولا ما بيسددوش، فهو يقدر يقول لك اذا كان. فهنا هو بيعمل سوبرفيشن عليه، بس هل القرار في النهايه الاي اي يقدر ياخده ما يقدرش ياخده؟ في الاخير هو الانسان اللي هياخده. فاحنا هنعمل سوبرفايز على افرض لقيته بيتحيز، كل واحد مثلا كل واحد مثلا جاي يطلب حاجه معينه هو متحيز دايما راكن شخص معين مش عايز يتعامل معاه خالص، كل ما نحط ريسورسز يسيب فلان ده او يسيب الشركه الفلانيه دي، عايزين نشوف هو ليه بيسيبها كل مره، في ليه هو متحيز ضدها كل مره، هل في اسباب لكده ولا لا. فدي انا معاك فيها، دي حاجة. تاني حاجة بالأخير هو ما يقدرش يعمل أي حاجة، بس هو يساعدك إنك تنجز بسرعة. شكرا باشمهندس. ناخذ آخر سؤال بقى مهندس محمد فتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك باشمهندس محمد. الله يخليك يا فندم. كنت عايز أسأل معلش، هو برضو بالنسبة للبايوس يعني، هو بالنسبة للتشينج مانجمنت حضرتك، هي دي النقطه اللي انا يعني وقفت عندها، ان احنا في التشنج مانجمنت في البايس دوت بيبقى موجود مثلا في البيبول او في الناس، بتبقى مشكله مثلا حضرتك بتعمل التشنج، فاللي انا خدت بالي ان كمان في الاي اي. طب ما انا كده هتبقى في مشكله ان هيخلي في ناس كتير هتتلكك بدي يعني. لا ما هي الفكره فين؟ الفكره على حسب ما تعلمه. لو انت معلمه صح زي العيل اللي متربيه صح كده يعني، على قيم معينه هيطلع صح، هو عامل زي العيل الصغير يعني، بتعلمه صح بيطلع صح، بيطلع يفيدك، بتعلمه غلط بيخرب الدنيا. فانا ما اقدرش اقول ان هو يعني مثلا لو انت علمته مثلا ان دايما الشركه الفلانيه دي سيئه، دايما سيئه دايما سيئه دايما سيئه، عمرك ما ذكرت حاجه كويسه عليها، خلاص هو عارف انها سيئه، دايما في شكوى منها، دايما في هو فهم دي دايما فيها شكوى منها، عمرك قلت انت حاجه كويسه عليها ابدا؟ طيب يبقى انت كده في اكيد الشركه دي عملت حاجه كويسه، امال انت بتتعامل معاها بقالك سنين ليه يعني؟ تمام، فهمني ازاي؟ فهو على حسب انت بتدخل له ايه بالظبط، لان هو بيعمل الالجوريزم، هو بيعمل الباترن، هو بيحاول يفهم الموضوع. زي ما قلت لك الطفل الصغير ده، لو انا قعدت اخوف طفل صغير من القطط من هو صغير هيطلع يخاف منهم وهو كبير. معايا؟ تمام. عايز ضد القطط، اي قطه اقول لك خبر ابيض، لو اتجوز واحده بتربي قطط ممكن يطلقها فيها. لا انا كنت اقصد في جزئيه، معلش، ان الناس نفسها هتقول لك ده متحيز، هيقول لك ده متحيز، فانت حضرتك بتنقله مثلا، هو بيبقى في ليرنينج انزايتي وفي سيرفايفل انزايتي، فلما بنيجي نعمل بنعلي السيرفايفل، فبالنسبه يعني لاي للبيبل مثلا او الانديفيدوال، فبنيجي نعليه فهو كده هيفضل بقى في الليرنينج، هو كده هيتلكك، انا يعني ده اللي في مخيلتي يعني. هيفضل يتلكك بالليرنينج، هيقول لك اصل انا ده كده مفيش اكيورسي، مفيش دقه بالنسبه للي هيطلعه الاي اي دوت، ايه اللي يخلينا استخدمه؟ فهمني؟ ماشي، هو ريزيستنس على طول. خلي الاي اي يطلع لك 70%، صح، خلي الاي اي يطلع لك 70% 80% وانت كمل الباقي. انا ما بقولش ان هو يطلع لك 100%،
على فكره من ضمن الحاجات اللي مخليه الاي اي مخليه موضوع سيلف درايفنج ما اشتغلش لغايه دلوقتي نفس الموضوع ده. عدم ثقه الناس في القرار اللي هياخده، خاصه لو بيحطوه في سيميوليشن يقولوا له شوف انت دلوقتي ماشي على سرعه كذا ودي الفرامل وقوتها قد كذا والمساحه قد كذا وطلع لك واحد عجوز وطلع لك بنت صغيره تضرب مين فيهم؟ يا جماعه ده هو مفيش حاجه كده. لو قال يمين هيبقى الالجوريزم يمين على طول، يبقى خلاص كل ما يلاقي واحد عجوز وفي بنت يروح خبطه. ازاي؟ لو هو مفيش حل تاني له. هي دي اللي موقفه الموضوع. بس احنا هنا لا سايقين عربيه ولا هنخبط حد. احنا بنقول لك والله ده اللي قاله او ده دي الطريقه اللي هيمشي بيها. اذا اوكي ماشي، اذا مش اوكي شوف انت الاوكي ايه. ممكن نستخدم مثلا الكويك وينز على اساس ان انا بديله ان هو يستعمل اعمل كويك وينز زي ما حضرتك قلت مثلا في الاول. ايوه انا مثلا رحت اعمل راسي ماتريكس، حطيت البروس قلت له طلع راسي ماتريكس، طلع عالي. هي اكيوريت 100%؟ لا مش اكيوريت 100%، 80% 70%. حلو عدل انا بقى الباقي وقللت في الوقت مثلا بس كده اللي انا استخدمه مثلا. يا سيدي اختبار غسلها اوتوماتيك، بلاش اوتوماتيك. في مثال الغسالة ده ماشي معانا. شكرا شكرا مهندس محمد فتحي، شكرا مهندس محمد على هذا الوقت وهذا الجهد وهذا العطاء. بعتذر للإخوة اللي طلبين أسئلة تانية لأن احنا كده تجاوزنا الوقت بأكثر من ربع ساعة وأجهدنا يا ضيفنا الكريم. لا لا أبدا مفيش أبدا أي حاجة، بالعكس يعني ده حاجة تشرفني وأنا سعيد جدا أنكم معاكم. سعدنا بحضرتك جدا سعادة الشاعر مهندس محمد خليفة على هذا الموضوع الهام وهذا العرض الرائع وهذا التفاعل المتميز مع أسئلة الحضور الإخوة الأفاضل. كان هذا نهاية لهذا اللقاء المتميز مع ضيف عزيز علينا طلع علينا إطلاقته الأولى عبر نوفذ الجمعية، وإن شاء الله يعني إن شاء الله وعد على الهواء سيكون لنا لقاءات أخرى فيما هو قادم لمزيد من النقل العلوم والمعرفة المفيدة في عالمنا العربي بشكل عام وفي مصر والمملكة بشكل خاص. على وعد اللقاء الاخوه الافاضل، طبعا الاخوه الراغبين في الحصول على شهاده حضور عليهم تعبئه نموذج التقييم الموجود في الشات، وايضا المهندس سامح حسين يقوم بنقله على قناه التليجرام الخاصه بالمبادره. على وعد باللقاء اذا قدر الله البقاء وامر باللقاء الاثنين المقبل وليس الثلاثاء مع احد العلماء المصريين الكبار المقيمين في امريكا وكندا، استاذ الدكتور احمد عبد الحميد استاذ الهندسه الميدانيه سابقا بجامعة دريكسل بفيلادلفيا الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد مؤلف أشهر كتاب في العالم في تصميم الحوائط الحاملة عقب عودته من رحلة استشارية في تركيا لتقديم دعم والاستشارات لمعالجة آثار زلازل تركيا، ومحاضرة هامة جدا بعنوان دروس مستفادة من زلزال تركيا الأخير أو لسلنزلابنين from the recent earthquake in Turkey يوم الاثنين المقبل إن شاء الله. طيرنا الموعد من الثلاثاء الاثنين ليتماشى مع موعد ضيفنا الكبير أستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد العالم المصري المقيم في أمريكا. حتى هذا الموعد استودعكم الله لازم تضيع ودعوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا سيادة المستشار. بعض الناس كان لها أسئلة أو لها استفسارات ما عرفش أجاوب عليها، لقيتها في الشات فحطيت لهم الإيميل بتاعي، يقدروا يتواصلوا معايا على الايميل لو حد له اي سؤال او شيء يعني. تمام ونستاذن حضرتك نضع الايميل لما نسمح ارضه على جروب تليجرام الخاص بالمبادرة ان شاء الله. شكرا شكرا جميعا وموفقين باذن الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شكرا الله لكم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استغفرك يا رب. مع السلامه.